وأقدم لكم اليوم في محاضرتنا استجابة العمل الإنساني للتغير المناخي الدكتور هاني الونا، مؤسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومتحدث في عدة مؤتمرات دولية ومحلية، مع خبرة في العمل الإنساني تفوق 30 سنة، ملتزم بالمبادئ الإنسانية ويعزز مشاركة الشباب والنساء في العمل الإنساني والتنمية المجتمعية. شكرا أستاذ لحضورك معنا وأخذ من وقتك أن تشارك في هذه المحاضرة. جزاك الله خير. شكرا أخت نورة. شكرا اللي هو مبادرة فسيلة في جامعة قطر. الحمد لله، وأنا سعيد جدا جدا إن أنا معاكم اليوم، ودي تعتبر المحاضرة نمرة 6 اللي أنا بتشرف إن أنا أتكلم فيها معاكم عن العمل الإنساني وعن العمل الاجتماعي وعن مسألة المجتمع المدني إلى آخره إلى آخره. النهاردة هنتكلم عن المناخ والتغير المناخي. ممكن تقعدي لو أنت عايزة تاخدي الكرسي ده. أنت الرئيس. التغير المناخي. والتغير المناخي هو أصبح يعني حدث كبير عالمي، بالرغم إن في بعض الدول لا تؤمن به، خاصة بعض الدول الصناعية اللي مؤسساتها وشركاتها ومصانعها يساعدوا في تلوث المناخ والاحتباس الحراري وزيادة الثقب بتاع الأوزون اللي موجود في السماء ده إلى آخره. فهي حرب ما بين القيم وحرب ما بين الأخلاق بتاعت مثل هذه الدول والسياسات بتاعت مثل هذه الدول. أنا بس هقول كلمات كده بسيطة لنا جميعا، لأن أنا لست خبير في التغير المناخي والكلايمت شينج، ولكني عامل فقط. وطالما أنتم كلمتوني إن أنا أتكلم عن التغير المناخي، أنا هتكلم عن حاجة معينة، تعريف اللي هو المناخ وكيف نغير المناخ. إذا أردنا إننا ننظر لكيف نغير المناخ إيجابيا، فهي مسيرة نظام منظم لتغيير وإدارة الحيثيات المجتمعية. يعني اوعى تفتكر انك هتغير المناخ ايجابيا وتصلحي الكون مره اخرى، الكون ربنا خلقه في ملايين السنين وعمل فيه مناخ معين واصبح فيه ركائز ورواكز كتيره جدا في العالم، من الغابات والحيوانات والجبال والانهار والبحار والمحيطات والمياه الجوفيه والبرك والمستنقعات الى اخره. حذار انك تكون يوم تقول لا انا هاخد قرار اطلع 100 مليون او نصف مليون او مليار او 2 مليار هيغيرها، لا، هي مسيره لنظام منظم، نظام ينظم. واخد بال حضرتك؟ نظام ينظم. واخد بالك ينظم ايه؟ ينظم اداره التغيير بتاعت حيثيات المجتمعات. يعني اقول لك ايه؟ انا عايز احافظ على المياه. ازاي؟ لازم اعمل نظام المحافظه على المياه. انا عايز احافظ على الرقعه الزراعيه الخضراء في كل منطقه في العالم، حاجه اسمها جرين بيلت اللي هو الحزام الاخضر، اللي هي الحكومات بترفض، الحكومات القويه يعني بترفض ان يبنى في داخل هذا الحزام الاخضر اي مباني، ولو بنيت مباني بيبقى في نسبه معينه في الحزام الاخضر ده ما تساويش 4% او 5% من منطقه الحزام الاخضر، لان الحزام الاخضر هو اللي بيحافظ على عدم التلوث البيئي في المنطقه دي كلها. فده ايه الحيثيه اللي احنا بنتكلم عنها؟ انا عايز المنطقه دي مش عايز مثلا احافظ على الغابات، ممنوع ان انا ابني فيها، بحافظ على الاماكن اللي هي بنعتبرها اللي هي اللي هي المحميات. كيف احافظ على الحيوانات والطيور في مثل هذه المحميات؟ عايز احافظ على هجره الطيور من اوروبا لافريقيا واسيا والعكس. كيف؟ عايز احافظ على هجره الحيوانات داخل الدول الافريقيه. كل هذه الاشياء الحيثيات، لو سال حيثيات كان حيوان او طير او مياه او يعني خضره غابات الى اخره الى اخره. كل هذه الاشياء نرجع نقول كلمه ثانيه، هي مسيره نظام منظم. يعني it is a it's يعني مسيره لنظام السيستم بينظم to organize. ها؟ to organize ايه؟ اللي هو اداره التغيير. اداره التغيير
الحيثية نفسها. نحن نتكلم عنها سواء كانت حيثية، كانت حيوان، كانت طائر، كانت أرض زراعية، كانت بر، إلى آخره إلى آخره. خلاص؟ ده بالنسبة لنا اللي هو التعريف الأول اللي أنا كتبته النهاردة الحمد لله. التغير المناخي سلوك، أنا هتكلم النهاردة على السلوكيات، لأن أنا ممكن نتفرج من شهر تقريبا على الحرائق في الأمازون. الأمازون تعتبر اللي هي أحد الرئات اللي هي اللانكس اللي احنا بنتنشق منها الأكسجين. فإزاي احنا نروح نحرق الرئة دي عشان نموت؟ في المناطق المحميات دي كلها، الغابات دي، في صراع ما بين الاقتصاديين والناس اللي عايزين يطوروا، وما بين الناس اللي هم عايزين يحافظوا على المحميات. الغالب بيكسب الناس اللي معهم مال، الاقتصاديين دول. يقول طب احنا هناخد منك الألف هكتار دول. ألف في ألف في ألف بتلاقي نوعية ايه؟ زحراء جرداء. وده حصل في الصومال، وحصل في الهند، وحصل في بنجلاديش، حصل في أماكن كتير جدا. جزء من الحرائق اللي بتحدث في الأمازون أو في أنجولا زي ما كان موجودة، أو في الكونغو زي ما كان موجودة من خلال شهر أو شهرين، هو إن درجة الرطوبة داخل اللي هو الغابات دي قلت. لما مفيش بحر كتير، في شجرة تقطع، فمعناه إيه؟ لما تحصل أي حريقة بسيطة بتنتشر بسرعة، لأن أصبحت الأرض جافة، أكثر جفافة مما كانت من قبل. يعني في الماضي من 40-50 سنة كان ممكن تحصل حريقة، لكن لأن في رطوبة عالية جدا في الداخل فبتكون محدودة. يعني حريقة الأمازون دي المفروض الناس تفكر فيها، ليه استمرت الأسابيع دي كلها؟ هل هي فعل فعل أو هي مجرد حصلت إن هي يعني يعني قدرا كده الى اخره؟ لكن في شيء مهم جدا نعرفه، ان درجه الجفاف ارتفعت، فلذلك اصبح هناك سرعه في انتشار الحريقه من A ل B ل C ل D. فالتغير المناخي هو سلوك واخلاق، سلوك واخلاق. انا هشوف كده في، لان احنا دلوقتي موجودين، ربنا فاتح علينا الحمد لله بامكانيات ماديه كتيره جدا، فقدرة استهلاكنا وإضاعتنا للمقدرات اللي بقتنا عالية جدا. الكهرباء، قد تكون الحكومة عندنا اللي هو معفية الوطنيين من استهلاك الكهرباء، ده يسيء للإيه؟ يؤدي إلى تغير مناخي سلبي. الكهرباء هسيبها بقى طول النهار، ما بلاش صح؟ المية هسيبها مفتوحة، ولا أما أجي أتوضى مثلا أفتح الدش لما بفتح. انا كنت في احد المؤتمرات في المانيا من 10 سنين تقريبا، قلت لهم تتكلموا على التغير المناخي، شوفوا الدش احنا عملناه كاكتشاف جديد جدا، وكميه الميه اللي بتهلك من حمام واحد الى اخره. ده سلوكيات. يبقى احنا بنساعد على احداث التغير المناخي السلبي اللي بيقلل من المقدرات بتاعتنا في بلادنا في الداخل بسلوكياتنا. العربيات اللي عندنا، كميه الهالك من الايه، من البخ او من الدخان اللي بيطلع. لا انا عندي 3-4 عربيات ليه؟ كميه الاموال اللي انا بصرفها. انا كان في طفل عنده سنتين اهو، وبابا يعني حبيبي وصديقي وكل حاجه، فكنت انا بغني له اغنيه اسمها اول ما بدنا هذا فار، عم محمد، انا عاملها بالعربي، عم محمد عنده غير، بتتكلم معايا هي عم عم محمد عنده غيط فيها الغيط عنده فرفور انت فرفور ها. فالولد جميل، فبيقول لي يا عم يا عمو. قلت له نعم. قال لي عندك عربيه؟ قلت له اه. قال لي ماركتها ايه؟ قلت له يعني انا ثمن العربيه بتاعتي مرسيدس اتباعت 50 مره قبل ما اشتريها، يعني شوف مثلا من 50 سنه اتباعت. فقلت له فالواد ما فهمهاش، قال لي عندك بورش. قلت له ايه؟ انا مش فاهم هو بيقول ايه طبعا. قال من اغلى العربيات. فشوف العربيه دي انا بدفع فيها قد ايه؟ بدفع، كان عندي عربيتين ثلاثه. ده استهلاك لدخل عالي عندي، انا مش محتاج استهلكه. عندي عربيتين ثلاثه اربعه الى اخره. القمام انا برميها فين؟ برميها وحد بيشيلها. الحفلات اللي احنا بنعملها، بدل ما نذبح خروف واحد يقضينا كلنا، نذبح اربع خمس او 10 خفان ما ناكلش نصهم او ثلاث ارباعهم. فاحنا اثرنا على الثروه الحيوانيه، اثرنا على الثروه الزراعيه، وبعدين رميناها في الزباله.
ده كله بيؤدي سلبا للتغير المناخي، لان استهلاك عالي جدا 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 للثروات الزراعيه والحيوانيه وحتى مصادر المياه اللي عندنا في الداخل. فدي سلوك، يعني الولائم والاعراض اللي احنا بنشوفها عندنا ان هو دي بتؤدي سلبا لزياده التغير المناخي السلبي. واخدين بالكم؟ البيوت اللي احنا بنبنيها بيوت غير صالحه، بيوت ليس لها علاقه بالبيئه، ما هي بيسموها كلايمت فريندلي او احنا باللغه العربيه ايه اللي هي غير بيئيه. بمعنى ايه؟ انا مثلا في بلد زي هنا حرب، البيت ما يبقاش، السقف ما يبقاش واطي، شبابيك ما تبقاش صغيره، ما يبقاش فيه مثلا، حتى هتيجي من الناس المعماريين يقول لك اعمل كذا كذا بناء على المناخ اللي عندي، وبضطر ان انا اعمل الحاجات دي كلها، اجيب في كل غرفه مكيف. المكيف بيصيبني بامراض كتير جدا، من الناس اللي عايشين في بعض المناطق المعتمده على التكييف دي عندهم امراض روماتيزميه، ريماتويد، الريومات اللي بيجي في المفاصل دي كلها، او الرب اللي احنا عارفينه. خد بالك؟ فلما نتكلم عن حاجه زي كده هو المفروض يكون، انا كنت فاكر في واحد اسمه في مصر الله يرحمه بقى، اسمه ايه؟ مصطفى فتحي ولا اسمه ايه؟ حسن فتحي. حسن فتحي اتكلم على البيت اللي هو مبني من مكونات البيئة من الاربعينات، يعني من 70 سنة عمل حاجات، وعمل قرية في لوس أنجلوس أو في كاليفورنيا مش فاكر بالظبط ايه، هي قرية معتمدة على المواد اللي احنا بنطلعها من البيئة. أنا عندي بيئة فيها رمل وما حول الرمل، عندي بيئة فيها طمية أو طينة، بيئة فيها صخر كذا كذا كذا، فأعمل الايه البيوت بتاعتي اللي بعيش فيها بناء على المكونات البيئية اللي هي تعتبر موجودة عندي، بدل ما اجيب حاجات وعمل كتلة خرسانية. وكتلة خرسانية دي ليه؟ اصل انا كنت في الثمانينات لما كنت بزور هنا واحد ايه، احنا رحنا امريكا فعايزين نعمل زي ما عاملين هناك. طب امريكا فيها برد وفيها تل وفيها كذا وفيها كذا، ده مناخها، طب انا اجيبه عندي ليه؟ وانا اصلا عندي الشمس 24 ساعة في اليوم، في كل يوم، في كل اسبوع، في طول السنة كلها وهكذا. فهو طريقة بناءنا للبيوت برضك دي بتساعد على التلوث البيئي والتغير المناخي السلبي. الوقت بتاعنا اللي احنا بنستعمله في الجوال والهاتف كم ساعة كل يوم؟ فبتعزلنا عن اننا يكون عندنا تواصل بيننا وبين البيئة اللي احنا عايشين فيها. ان احنا بنخرجش نمشي كل يوم، فنتفاعل مع المكونات البيئيه. اصبحنا دلوقتي نشوف البيئه اللي احنا عايشين فيها في الـ في الـ في الفيسبوك، او يعني الله شفت الغزاله دي، طب ما هي في الشارع قدامك عندي، بس الدنيا حاضر مش عايز اخرج انا، لا الدنيا حاضر اخرج ليه؟ مين اللي بيعمل لي شوبينج؟ الشغاله اللي عندي، طب وانا اعمل ايه؟ مين اللي بيطبخ لي؟ كل هذه الاشياء بتخرب مننا الشخصيات، شكلها جميل لكن مضمونها ضعيف. انا هضرب مثلاً هنا هو للشابتين، مش لانهم من مصر يعني، بس انا اتقابلت معاهم واحده اسمها فريده، اتمنى انها بتسمعني هبعت لها التسجيل ده يا فريده، والثانيه اسمها هويده. هويده دي كانت مدرسه في كليه اللي هي التمريض في مصر وعندها دكتوراه. خلاص طلع في مخانه تروح البحر الاحمر، اسمها شلاتين، وايه ثاني اسمها ايه؟ حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين، يعني بينها وبين القاهره يمكن 1000 كيلو. وتعيش في الصحراء وتعيش مع الحيوانات وتعيش مع، تشوف لما كانت بتكتب وهي في حلايب وشلاتين كانت بتكتب على انواع الزهور وانواع النباتات وانواع الحيوانات وانواع الطيور، وكانت بتشوف السماء بطريقه مختلفه تماما عن اللي احنا بنشوفها في القاهره. فرفضت عيشه القاهره وراحت في حلايب وشلاتين. دي هويده. السلام عليكم يا هويده. انت بقى مين؟ فريده. فريده اول ما اتجوزت خدت جوزها على فين؟ على سانت كاترين في سينا، والى الان بسم الله ما شاء الله عايشه في سينا. ان اصبح ليها رساله انها تترك المجتمع السريع، المجتمع اللي هو ما قد يكون يعني بتسموه يعني ملوث شويه، ملوث فكريا وملوث بيئيا وكذا كذا كذا، وتروح تعمل شيء في الصحراء. سواء كانت هويده او كانت فريده، بس انا مش هقول لك اسم العيله عشان ايه يعني، فهويده او فريده وغيرهم. انتوا بتشوفوا النساء الاوروبيات والامريكيات اللي بيجوا يقعدوا في افريقيا بالسنوات عشان يزرعوا شجر.
فانا عايز منكم يا شباب فسيله ان كل يوم تزرعوا فسيله في كم مكان بس ترعوها بعد كده. العمليه يا شيخه او يا نوره او يا أمنية الى اخره، العمليه مش يا حنان ولا يا هيا ما فيش اسمك انت، انت ولدك نوره، نوره 1 ونوره 2. العملية مش هروح ازرع شجرة وامشي، لا، العملية زي كيف ارعى الشجرة زي ما ارعى ابني. قطع الشجرة كأنك بتقتلي روح. الشجرة فيها روح؟ صح؟ وانا اتخيل وانا بقطع الشجرة دي كلها، يعني مثلا في بريطانيا مثلا، في بيتي انا في الجنينة، الشجرة اصبح بقى لها 20 سنة، شجرة عادية جدا جدا جدا. يعني مش الاشجار اللي هي اللي ليها حيثية مختلفة عشان تشيليها، لان الناس تمرد في المكان ده 20 سنه لا يمكن تقدر تقطعيها الا لما تروحي البلديه تديكي تصريح عشان تشيليها. كانوا بيعملوا الطريق قدام البيت بتاعنا عشان العجل يمشي، خلاص العجل يعني خدوا من الرصيف جزء العجل، عجل رايح الوسط المدينه كده وجاي من وسط المدينه كده، الحته اللي فيها الشجر كل قدام البيت في شجر في الشارع من الناحيتين لازم الطريق يلف حواليها، بالرغم ان هو شجر عادي جدا جدا. ليه؟ لان الشجره ليها قيمه مجتمعيه عاليه. انا كنت فاكر في الستينات لما كنا نقلنا وسكننا في حته ناحيه المهندسين في مصر، كان الشارع بتاع النيل ده بتاع العجوزه كان كله شجر بسم الله ما شاء الله، الشال كله ناس مش فاهمه شالوه، واللي بيفكر اللي بينفذ ما عندوش ده. اللي زرعه ده ايام الملك وايام الانجليز، فتلاقي الشجره كان قطرها يمكن مترين او ثلاث امتار، وكان كل الشارع من كوبري الزمالك او من عند كوبري الامبابه، يعني بتتكلم على اميال الى غير كوبري الجلاء على الناحيتين، يبقى انت ماشيه في الشارع ما فيش نقطه شمس تيجي عليك. جم ناس لا يفهموا لا في بيئه ولا يفهموا لا في زراعه ولا يفهموا في المحافظة على المجتمع، قصوا 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 قصوا. كل ده بيساعد على التغير المناخي، واخد بال حضرتك؟ فبتضيع كمية من الطيور المهاجرة أو الحيوانات اللي كانت عايشة أو حتى الزراعات اللي كنا بناكلها، كان في بعض الفواكه اللي بناكلها زمان مش موجودة دلوقتي. ردم الترع وردم البرك. قصدي بردم عشان نبيع، إيه ده؟ أو إلقاء اللي هو الصرف بتاع المصانع والبيوت في مجرى الانهار. فكم مره في المرات في اسكندريه، كان في سنين من السنين في اسكندريه كان في كده البحر، كان في كميه تلوث عاليه جدا لناس فاسده، مش بس في مكان واحد، في كل الاماكن دي كلها. فانتوا المفروض هو اخلاق، فلو احنا عايزين نغير البيئه لابد ان احنا نخش نعيش مع البيئه. عايزك انت يا اخت اماني تبقي زي فريده، او انت يا نور تبقي زي اسمها ايه هوية، تقعدي بقى هناك، خدت جوزها معاها، تعالى مش فاكر اسمه ايه اللي هو جوز فريد ده، وقعدت هناك دلوقتي خلفت ولدين بسم الله، ولدها زي القمر يعني شكلها كانها مش مصريه بس هي مصريه، بس جميل جمال القمر مش عارفه جايبهم منين دول. يعني هم بشوف الولاد في الفيسبوك كميتي منين دول. المهم يعني دكتور هل تحس ان العزل هو الحل، ولا ان نطالب بمثلا قاده العالم، ولا الحكومات ان يغير حتى سياسه قاده العالم يبداوا على البيئه؟ شفتي قاده العالم يبداوا بك انت، يبداوا في انا صحيح، لكن انا اذا عزلت نفسي اخليهم مع راحتي مع ما فيش مشكله. ما في كذا مجال، في كذا انك تعمل مجال بتعمل عليه الضغط اللوبينج والمناصره، وانت في نفس الوقت يكون عندك مشروع. يعني كنا احنا نتكلم امبارح في الجلسه مع في جامعه قطر الزراعه، قالوا ان الشيخه موزه عايزه تعمل زراعه مليون شجره. طب نزرع مليون شجره، بس انا ما هزرع مليون شجره بقى، لازم اقعد على الارض عشان اشوف الشجره دي هتطلع بعد كام سنه وما تضيعش. كتير جدا من مشاريع زراعه الشجره دي بتموت بعدها بسنه او سنتين، يعني مفيش حد يرعاها. تعرف يا نوره، نوره ولا نوره؟ نوره. ها؟ نوره. يا نوره تعرف ليه بتموت؟ لان الفلاح مش قاعد على الارض، لان انت صاحبه الفكره بتسيبيها وتمشي. احنا خدنا الصوره ومشينا. طيب انا عايز اغير المناخ، اغيره ازاي؟ انا هزرع 100 شجره
وحسيب المدينة وحقعد هناك. هتكون انت بقى تصبح الأيقونة التي تنير الوطن كله، ليس الوطن كله، الإقليم كله، ليس الإقليم كله، العالم. ليه الناس الغربيين سبقونا في الحاجات دي كلها؟ لهم ضحوا بحياتهم ورفاهيتهم لمجتمعاتهم وخرجوا إلى مثل هذه الأماكن لكي يرعوا بناء فكرتهم داخل مجتمعات أخرى. اللي جيبهم من السويد أو من النرويج أو من بريطانيا أو من وستات كبار في السن وقاعدين مع، يعني مثلا أول مرة روح جنوب السودان 2003، يعني كل أنواع الحشرات بسم الله ما شاء الله شيلوا، كل أنواع الديدان شيلوا، عايز أشيل دودة من جبلك، كل أنواع الأمراض اللي هي ممكن تخش من صباع الواحد لغاية كبده أو لغاية رئته موجودة. وتلاقي في هناك ناس عندهم رسالة إنهم يقعدوا هناك عشان يغير المجتمع ده، وعارفين إن في حشرات، وعارفين إن فيها جراثيم، وعارفين إن فيها أمراض، لكن عندهم الرسالة بتاعتهم اللي بتخليهم يقعدوا هناك على الأرض ما يمشوش، مش يروح ياخدوا صورة ويمشوا. اوعوا تغير المناخ يا بنات ويا شباب، عمره ما هيتغير بالصورة والمشي. المناخ هيتغير بشيء وشخص هو مؤمن به. يعني الجور خد جائزة نوبل بتاعته السلام عليه على تغير المناخ. الجور لو كان نائب رئيس الجمهورية بتاعة أمريكا مع بيل كلينتون، مش كده؟ لكن بعد كده هتغيرنا. خدها على ايه؟ على التغير المناخ. الشباب اللي طالعين دول، بس اللي بتعمله الأمم المتحدة شيء جميل، بس دي مظاهرة. دي مظاهرة. مين فينا يروح يقعد في الأمازون ويقعد عشان يزرع كل يوم شجرة؟ أنت، أنا، هو، مع غير مناخ ازاي؟ مين اللي هيقعد هنا في الصحراء في قطر أو في الإمارات أو في السعودية وغير مناخ؟ إحنا. ونقول والله إحنا هنقعد وهنستمر. هتلاقي في تعاطف كتير جدا معاك. الناس مش فاهمة يعني إيه مناخ. الناس بيفسدوا المناخ هم مش عارفين، دون دراية. أنت لما تقعدي هناك وتوري لهم اللي هو المبادره بتاعتك اللي تحولت لمشروع، مشروع بدا يثمر، هيبتدي الناس ايه يتبعوك، وكتير جدا من الناس هيبتدوا يفهموا يعني ايه تغير المناخ. والدين بتاعنا يعني اماطه الاذى عن الطريق. هو ايه هو الاذى؟ اللي هي الاخذ اللي هو الزباله والحجاره والحاجات دي كلها. يعني لو انا ماشي في الطريق وحجر وقعني اتكسرت، خلاص ايش دخل ده في تغير المناخ؟ انا هروح المستشفى، هجي لي علاج، حاجة السرير، إلى آخره. هتلاقي دورة الجرح اللي أنا خدته في الطريق ده من حجر بتأثر على المناخ سلبا، لأن أنا إيه بستفيد أو إيه بستهلك أشياء من البيئة. وكذلك الأذى الآخر اللي كان عدم أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، مش نهانا عن أن نتبول ونتبرز في المياه، أو نتبول ونتبرز على قناة الطريق، صح ولا غلط؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخرج من 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 جورج تاون يونيفرستي ولا من كامبريدج ولا من أكسفورد. التغير المناخي هو زي ما قلنا في الاول هو يعتبر اخلاقيات وسلوكيات، واخد بالك؟ وبعدين مشاركه من المجتمع مع الاخرين. انا فين؟ مش انت عايز تضغطي على الدول العظمى؟ اقول لك انا معاكي 180%، خلاص؟ بس في نفس الوقت اعملي مشروعك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في نفس الوقت هو مشروعك. لما تيجي تضغطي عليا يا نورة، تضغطي عليا وانت عندك مشروع في ايدك، وانت عندك منتج في ايدك، وانت عندك شراكه في ايدك، وانت عندك حيثيه في ايدك. مش هيقعدوا معاكي ابدا الا لما يشوف ان تجربتك نجحت، فيشتروها، اما يشتريها منك المجتمع او تستمع اليكي الكتل العظمى والدول العظمى الى اخره. الكماليات في حاجات كتير جدا احنا بنستعملها كل يوم احنا مش عايزينها. جايه لنا منين دي؟ ها؟ نقول بقى جاي لنا منين؟ أنا معايا فلوس، هاتي مندي. لا مش عجباني، هاتي مندي. لا مش عجباني. جاية منين الحاجات دي؟ ما دي كلها جاية من إيه؟ من المجتمع اللي حواليك. هل أنا محتاجها؟ هل أنا محتاجها؟ الحاجات اللي بتيجي كل يوم دي مش محتاجها. فلذلك الكماليات دي لابد، التغير المناخي هو سلوك في الاستهلاك. سلوك في الاستهلاك. يعني بسم الله ما شاء الله هجوزكم كلكم، مش هتجوزكم، هجوزكم. اقل واحده فيكم هتتجوز هتعملها ثلاث اربع جمال في الليله. لو اتاكل منهم جمل واحد كده بليه. انا اول مره اكلت الجمال دي كنت في مصر، وبعد ما اكلت بقى في الرياض، فببص على اللحمه لقيت العظمه كبيره شويه، قلت له عظم الخروف يا ابني، بص لي كده جمل. طب انا هاكل جمل ليه؟ جمل، جمل.
جمال هيا جمال ده كا. طب وبعدين انا هاجي ان شاء الله اجيب 100 جمل بس يتاكلوا. انا ما عنديش مشكله. لا مش اكيد ما بيتاكلوش ده بيطلع ثلاث ارباع الاكل صح ولا غلط؟ انا لو انا غلطان مسكوني يعني اخي ما يكون على حد. مش انت كنت معانا؟ انت فاطمه تور. فاطمه تور مش كده؟ فين فاطمه وان؟ هي فاطمه وان. انت فاطمه وان ولا فاطمه تور؟ اكلتوها اللي هو شري شري. المهم بشوف الحاجات دي كلها اللي احنا بنتكلم عنها واخدين بالكم. انا اتكلمت على تغيير المشي والحاجات دي كلها. الحاجات دي احنا ممكن نعملها سهله جدا انها تتعمل. انا هقول لك حاجه. صلوا على النبي. اما اخش على الحمام بستهلك كام ورقه؟ خلاص انا دخلت الحمام اتوضيت او دخلت الحمام يعني يعني قضيت حاجتي كم ورقه؟ ممكن اكون محتاج 3 4 ورقات خلاص. لكن انا باخد 10 ورقات صح؟ خلاص انا دخلت الحمام فمطرح الكرسي مش نظيف انضفه بايدي. لما تلاقي الارض اللي بتتبنى دي تحت ايه انضفها انا. انا مش متعود انا في سلوكي الشخصي ان انا اعمل الشيء بايدي. ده خطير جدا في بناء اي مجتمع. هعيش اكتع، هعيش عاجز كل شويه. ها هجيب حد يقول لي اقول لي عايزك تعمل كذا. لا انا عايز اعمل انا بنفسي. مين اللي هيربيه ولادي؟ لما تتجوزي انت خليه في 3 4 اطفال ولا طفل ولا طفلين بغض النظر، مين اللي هيربيه ولادي؟ هجيب ده ترميهم لي؟ طب انا دوري ايه؟ خدت بالك؟ فكل الثقافه نفسها بتؤثر سلبا وايجابا على تغير المناخ. خلينا خدنا بالنا. مش هتكلم انا كتير بقى عشان ايه تقتلوا ايه تسالوا احسن ما انا اقعد اتكلم والكلام يعني بيغير او بيضيع بعضه البعض. انا هتجوز. في اغنيه اسمها عايز اتجوز. الاغنيه اسمها كده عاوز اتجوز. ايوه هستجيب لك الاغاني الثانيه في نفس الالبوم. بحبك احمر. لا بحبك احمر دي حاجه ثانيه. على الاقل هنحافظ على الحمار. طب انا هتجوز على اساس ايه؟ على اساس انت شكلك حلو وخلاص وانا شكلي وسيم وخلاص؟ لا، الزواج هو بناء مجتمعي. بناء مجتمعي عشان نبني اسره. اسره تتحمل مسؤوليه، تبني مجتمع، تبني مسيره باجيال. والا بعد 6 اشهر بنتطلق. ليه نسب الطلاق في بعض الدول عاليه جدا؟ لان احنا متجوزين الجواز يعني نزهه. عادي بنت فلان ولا ابن فلان. طب وبعد كده؟ ها وبعدين؟ ها طيب ها اه وبعد خلاص. لو انا عارف قيمه الجواز ولو عارف قيمه زوجتي ولو انا عارف قيمه زوجي ها، والطلاق بيؤثر سلبا على كل على المجتمع كله. المجتمع كله فقط. يعني شوف انا بكلمك المجتمع ومشاكله المرتبطه بالتغير المناخي في سلوكيات الفرد في الاكل في الشراب التدوير اللي هو بيسميه ريسايكلينج. ده عندنا شركات تعمل ريسايكلينج بسيطه. انا مش انا بتكلم ايه المسيره ماشيه واخد المجتمع كله. عشان كده لما قلت التعريف في الاول اللي انا كتبته قد يكون مبهم شويه اللي هو التغيير اداره الحيثيات الموجوده. والحيثيه هي كل شيء في المجتمع. كل شيء في المجتمع من البشر للشجر للانهار للبحار كل هذه الاشياء. لما احنا بنطلع الميه ونحليها من البحر والبحر كتير قوي. طب انا ليه انا كل يوم استهلك 1000 مليار جالون وممكن استهلك نص مليار جالون؟ صح؟ ما احنا جايبين من البحر. البحر من اصله هم مش عارفين. الناس اغلبها مش عارفه ان الميه يروح بعمليه تحليه ولا خرج. شفتي ما نتكلم. فالتغير المناخي واعي. مين يرفع الوعي ده عند الناس؟ عند امي وعند جدتي. انا كنت بكلمك عن جدتي رحمه الله عليها انها ما كانتش متعلمه لكنها كانت واعيه. واعيه انها لو ما حضرتش اداره بناء البيت بتاعها او بيت بنتها او بيت بنتها الثانيه ممكن العمال يبوظوا لها البيت، ممكن المهندس ما يجيش، ممكن المهندس. فده واعي بتدور فيها انها تحافظ على المال بتاع بناتها. عندها 70 سنه ما كانتش متعلمه وكانت قاعده كده عشان تشوف البيت ده بيتبني ازاي والبيت ده بيتبني ازاي. فالوعي ده يا اخواتنا ويا اخواننا هو اللي احنا عايزين نحطه في مخ الناس قبل ما نبتدي نخش الحكومات نضغط عليها. من غير ما يكون احنا عندنا وعي،
من غير ما يكون عندنا تجربه، من غير ما يكون عندنا منتج، من غير ما يكون عندنا مشروع، مش ممكن هنضغط على الناس او نخلي الناس اللي تتعاون معنا. فالتغير المناخي الايجابي هو مسيره. قد يكون احد البايونيرز انتم كنتوا تدوروا على هو ازاي كان بيعمل بيوت اللي هو اسمه حسن ايه؟ حسن فتحي. روحوا يا بنات اتفرجوا على حسن فتحي كان بيعمل ايه، مش لان هو مصري بس لان هو مبدع. قبل ان يخرج العالم الغربي للبيوت البيئيه دي، ايكو سيستم، ها الايكو سيستم، بنطلع بقى ونتخرج. وهو بقى بنى البيوت في الاربعينات، يعني معناها انه كان بيفكر من الثلاثينات. ده ابوكوا وجدكوا وعمكوا اعتزوا بيه. التغير المناخي بدك السبب بجزء من الثقافه بتاعتي. انا عايز ابقى زي الاوروبيين، ليه؟ انا عايز اخنف زيهم، ليه؟ انتوا لو بتلاحظوا انا كنت عندكم في الجامعه كان الاكسنت بتاعتي اللهجه بتاعتي بالانجليزي كانت مصريه، صح؟ صح ولا غلط؟ يعني از وار مش من لندن ولا من امريكا، از وار ووز وكل الحاجات دي جايه من ايه؟ ليه؟ لان في يوم من الايام كرهت ان انا اغير لهجتي المصريه للغه الانجليزيه، لا انا كده وهتكلم الانجليزي باللوندي. معايا عارف اللوندي؟ نيو لانجوج. واخد بالك؟ معتز بيها. زي ما الامريكي بيخنف في مناخيره وزي مش عارف بيتكلم. ولما تروح انت بريطانيا مثلا هتلاقي كل منطقه ليها لهجه معينه او لكنه، سوري مش لهجه، لكنه معينه. من اسكتلندا بلاسكو تختلف عن ادنبرا، تختلف عن الشمال اللي هو بتاع الكوكنيز، تختلف عن وسط بريطانيا على لندن على ده انت من برمنجهام، ده انت من ليز، ده انت من براتفورد. الناس عارفه كده لان ده الثقافه بتاعتهم. انا بقى ثقافتي ان انا عربي فبتكلم انجليزي بالايه؟ بالعربي. زي دكتور ممكن المشكله انت قلت احنا نشتغل على رفع وعي المجتمع، صح؟ لكن انا دلوقتي انا هوقف وكلكم هتيجوا تتكلموا كده. ده ما عملنا احنا عامل كده في الجامعه وكنت انت سيده القصر. فانا كده تعتبر خلصت في المقدمه. اما انتم فعليكم بالاسئله وعليكم بالاطروحات وعليكم بالحلول. جزاكن وجزاكم، حتى ما فيهم انت جزاكم عشان انت منهن ولا منهم؟ منهم. جزاكم الله خير. تعالي يا نوره تفتتح انت التعليقات وكلكم هتتكلموا، ها؟ رجالا ونساء، شيوخا وشباب. تفضلي يا نور. اوكي، اول سؤال بالنسبه لي، انت قلت ان لازم نشتغل على رفع وعي المجتمع. طبعا. كيف احنا ممكن نرفع وعيهم، خصوصا لو نقول حتى المجتمع الكوري او برا، موضوع التغير المناخي عندهم ما يشد الناس، فحتى لو كنت تعمل محاضره ولا تعمل نشاط بيئي، الكل راح ينفر منه وما راح يشارك، يفضل انه يوثق شيء ثاني. عشان كذا انا من وجهه نظري كان ان نشتغل من الاعلى للاسفل، من على قاده لين تحت، يكون افضل. ليش؟ لان هم ممكن يوجهونهم ويفرضون عليهم هالشيء. لان لو راح نشتغل على ان اقنع شخص يحضر معاي وما يبي يضيع وقته تغير مناخي، نفس ما قلت وايد ناس ما يعرفون شنو تغير مناخي ولا يبون يعرفون، اتوقع شيء يكون افضل. فليش تشوف هالشيء؟ ثاني شيء، شنو الدور اللي يلعبه العمل الانساني في التصدي للتغير المناخي؟ انت دلوقتي على مستوى مبادره فسيلة، عندكم مثلا 20 طالب او 30 طالب في الجامعه في المجموعه بتاعتكم، صح؟ لا عايز بس حاجه عشان تشيلوا ما عرفتش ورا المخرج. تبسيط الرساله للناس، لعامه الناس، تبسيط رساله التغير. يعني كلمه تغير مناخي لما تيجي عند واحد بدوي زي حالاتي انا قاعد في الصحراء مع الجبال مع المعيز، قال كده ازاي ان انت بتعلميه التغير المناخي ده في التاثير على الناقه، على اللبن بتاع الناقه، على الزرع اللي بيطلعها، على الثمر اللي عنده، على كلها. فانت وظيفتك في الوعي يا اخت نوره انك انت تبسطي الرساله. لان في مقوله عندنا كده ان كل مقام مقال. لما هتكلم انا مع الفلاح غير لما هتكلم مع الطبيب غير لما هتكلم مع البدوي غير لما هتكلم مع الاخرين، خدت بالك؟ فدول الصعوبه هنا غير لما هتكلم مع المشايخ اللي انا عايز استفيد منهم عشان هم ايه ياخدوها كرساله في خطب الجمعه والمواعظ الى اخره الى اخره. فانا دوري كرسول مجتمعي لنشر قضيه المحافظه على البيئه ومحاربه التغير المناخي السلبي، ان انا اكون اتبسط في كلماتي مع كل هؤلاء.
لا أتقعر ولا أتخنف وأخنف ولا أدخل نفسي، مش هيفهموك. أتبسط على كل على حسب كل مجموعة أنا بتكلم معها. مع الشباب هتحلمين بطريقة أكثر. فأنت شوفي اقعدوا، أهم حاجة في 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 هذا المجال نقعد كيف نخاطب المجتمع. أنت بتلاقي في بعض الناس بيتكلموا في التلفزيون هم علماء غير عاديين، محدش يفهم منهم حاجة. سياسيين بارعين، محدش يفهم منهم حاجة. وتلاقي ناس بسطاء جدا 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 يتكلموا كلمة الله الله. طب احنا قلنا الكلام ده بقالنا سنة واثنين وثلاثة وخمسة ما ردتش على يعني هو عشان بس نورة جت اتكلمت، لأن نورة جت لما جت تتكلم عرفت ازاي الناس بتفكر، وعرفت المصطلحات اللي الناس عايزاها، وعرفت ثقافة المجتمع اللي بيتكلموا. أنا عالم بس عالم في برج عالم، واخد بالك؟ هنا ده الاستشكال الأول. الاستشكال الأول يا أخت نورة لابد إن فسيلة يكون لها مشروع علشان نستطيع نتكلم عن المنتج هذا المشروع. لابد إن فسيلة يكون عندها إيه؟ فريق متكاتف مع بعضه يستطيع أن هو كل واحد فيه متخصص في جزء من المجتمع بتاعنا. لابد السلسلة بقى بتاعت الفكرة والمحاضرة والسلسلة لسه نورة لم تقتنع بما أقول بعد، فهي بتهز رأسها بتقول لي كمل بقى، ها ها خش الموضوع. شفت أنا فاهمها إزاي؟ ما بتغير مناخ بتاعي أنا، غيرت أنا مناخي مختلف عن مناخها، فهي كده خدت بالك؟ فقدرتنا على إننا نخاطب المجتمع هو ده النجاح، هو ده النجاح اللي إحنا بنقول عليه الناس هتبتدي تسمع لنا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جه مجتمع عربي بيتكلم بالإنجليزي كان حد هيفهمه؟ أو لو ما كانش جه من مكة ومن قريش وكان جالهم من الأردن، ولا ما كانش فيه اسمها أردن في الوقت ده، من المنطقة بتاعت الشام، ده أجنبي عندنا مش عارف هو مين. لكن ده جه عارفين أبوه وعارفين أمه وعارفين جده وعارفين قبيلته وعارفين لابوته وعارفين سيرته الذاتية وعارفين أخلاقه وكل الحاجات دي كلها، لذلك هم تقبلوه كفرد منهم. فأنت بمجتمعك هتكوني الملكة، بس تعرفي إن أنت إزاي تتعاملي بلغة المجتمع مع المجتمع. أنا كان لي محاضرة في 2012 في مصر لما لقيت بالمستوى استعمال المصطلحات في الشارع ما بين البنات والشباب مستوى هابط هابط، زواج فؤادة من عتريس باطل مش كده؟ هابط أو باطل، عارفة فؤادة وعتريس؟ اتجوزوا بعض. المهم فضلت أمشي في الشارع المصري ألم كل المصطلحات الهابطة والهابطة فعلا اللي بيستعملوها الناس السوقة والناس اللي كذا، والشباب اللي هم بيتكلموا لابسين حجاب وكلموا كلام يعني ما اقدرش اقول لكم كلام. فاول ما قلت لهم بعد الاغاني كذا صوتوا، اوعى تتكلم اوعى تكمل ليه، عارفين ده انتوا مش جدوا وقت الشارع. فالنساء اللي كانوا موجودين كان بقى في ناس عندهم لحيه وعنقاب والحاجات دي كلها، بدا هم يطلعوا كل المصطلحات. فانت لابد انت بتخشي على المجتمع يا اخت نوره تعرفي بيتكلموا ازاي بلغه القوم بلغه القوم. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني شنو الدور اللي يعمل العمل الانساني؟ العمل الانساني ياخد حول لك حاجه، ياخد التغير او محاربه التسحر والجفاف والانحباس الحالي كمقطع في كل مشاريعه. يعني ما فيش مشروع اعمله في اي مكان الا في منتصفه اللي هو كيف ان انا احارب التسحر والجفاف. انا هعمل مشاريع لتمكين الاسر اللي هم الابقار والغنم وكذا وكذا وكذا، بالذات كيف هذا سيؤثر على المناخ ايجابا مش سلبا. انا هعمل مشروع بير ولا مشروع سد ولا مشروع خزان مياه اللي بنحفره ده؟ لا انا مش هعمل ابار خلاص بطلت، انا شخصيا بطلت، لان البي بياخد من مخزون الارض، مخزون ايه المياه اللي في الارض، اما الخزان فبيرفع مخزون الارض. تعرفوا يا شباب ان كل سنه في الصومال وفي المناطق دي كلها بتنزل سيول فيها مليارات الجالونات من الميه اللي بتمشي على المحيط. طب انا ما عملتش ايه خزان ليه؟ حاجز ان شاء الله يكون حاجه بلدي. ليه؟ لا البير اسهل لي يا نوره، البير اسهل لي يا بنات يا اماني، البير اسهل لي ليه؟ اصل انا البير ده معاه جه باسم الحاج فلان وطلع له الصوره بعد سنتين بالحنشر. يعني باخد من منسوب المايه اللي تحت،
لكن لو انت لو انا جيت قلت عند الحاج فيها قلت له شوف يا عم الحاج انا هعمل لك هنا حفيره. انا شفت الحبر لما رحت صومال السنه دي كنت مع مسلم ايه واخد بالك؟ فاخدين بالكم الحفيره دي ممكن تقعد لها 6 اشهر الحيوانات بتيجي تشتري، لكن لو تبخر جزء منها وشرب الحيوانات البشر منها الجزء الثاني هينزل فين؟ في الارض. يبقى منسوب الميه اللي انت بتعمليها في الارض، يبقى انا ابقى اشوف فلسفه بناء حفر الابار ولا فلسفه عمل خزانات وعمل وبناء اللي هو الايه؟ اللي هي السدود. طبعا السدود بتتكلم اكتر. هنا بقى يجي النقطه الثانيه يا اخت نوره، ان ليه ما عملتش تقريبا 4-5 جمعيات واحب ان انا اعمل مشروع لسد في مصر في مجرى السيل للانهار بيز الموسم ده ب 4 أو 5 أو 10 مليون. مش مهم يكون بس اسم انا عليها، مش مهم يكون اسم دوليس بس عليها، يكون مؤسسه من قطر، مؤسسه من البحرين، مؤسسه من الامارات، مؤسسه من الكويت، او 3-4 مؤسسات من قطر، او 3-4 مؤسسات من مصر، او 3-4 مؤسسات من بريطانيا، ونحطها عشان نجيب الخمسه ولا 10 مليون. لان في النهايه الفلوس اللي عندي كلها للمجتمع، فده بيساعد على اعاده ايه؟ استقرار المناخ مره ثانيه. فبالنسبه للمؤسسات يكون كروس كاتنج. في كل مشاريعي في سياسه للمؤسسه ان انا بحارب التصحر والجفاف. انا اول مره زرنا مالي او الناجيه مش فاكر ايه فيهم، كنا بنجيب المايه من الخرطوم، بالخرطوم من النهر النيجر لحته كده يعني بلدي خالص، وكل ما كل اسره واخدها حته 20 متر في 20 متر او 20 متر في 15 متر. عشان بس طلعوا الاكل بتاعه 3-4 محاسين في السنه. بعد سنه 2007 2019 لما راح رئيس المؤسسه دلوقتي كان بيبكي ان اصبحت موائد واصبحت اشياء غير عاديه. وانا اخوكم الان حاليا هناك هتتمتعوا جدا بيها. اصبحت موائد كتير ليه؟ بعد ساعه بعد 17 سنه اصبحت اشجار واصبحت مجتمعات. بس ده كان في النهايه في 14 سنه او 13 سنة. فالتغير المناخ مش هتغير سلبا او ايجابا في يوم وليلة او بقرار ملكي او قرار جمهوري او قرار وزاري. هتغير بعملك انت، ان انت كل سنة بتقولي انا هاخد الحتة دي والحتة دي والحتة دي، وكيكون ايه لسياسة المؤسسة. ده بالنسبة لسؤالين بتوع حضرتك. مين تاني يا شباب؟ يلا تعالى، انت عايز تتكلم انت ورافع حواجبك، وانا عايزك انت عشان تجيب حواجبك. تعالى عندي هنا. انا ضيف هنا. اتفضل قول اللي انت عايز تقوله. انا جاي اتعلم منك. لا بس سؤال لحضرتك. هنكلم التلفزيون. طيب شويه. هي قضايا المناخ قضايا هامه جدا، وقضايا البيئه قضايا هامه جدا، بس هل هي واكثر حاجه بتنادي بيها منظومات المجتمع المدني اكثر من اي مؤسسات اخرى؟ فهل الاعمال الاغاثيه والاعمال التنمويه اثرت على الاعمال في او جذب الانتباه في ناحيه الاعمال البيئيه؟ ووضح دخلت يعني حاجات في الموضوع. اغلبيه المؤسسات المجتمع المدني بتشتغل في الاعمال الاغاثيه والاعمال التنمويه اكثر. من الاعمال اللي هي خاصه بالبيئه وتغيير المناخ. هل الاحداث الاخرانيه وما يدور في العالم اثر على ان المؤسسات دي تهتم بالاعمال الاغاثيه اكثر من اهتمام بالبيئه؟ طبعا. طيب ازاي نقدر نواجه ده؟ طيب ما ده نرجع لمرحله الوعي اللي كنا بنتكلم مع نوره من شويه او مع كل البنات من شويه يعني. معناها ايه؟ معناها دلوقتي ان انا هقول لك حاجه، مش بس التغير المناخي مش موجود على الخريطه، الابحاث مش موجوده على الطريق على الخريطه بتاعت العمل الانساني الخارجي العربي، التنميه البشريه اللي هي من ريسورس ديفلوبمنت مش موجوده على الخريطه، الشراكات مش موجوده على الخريطه. احنا اصبحنا حضرتك اسمك ايه؟ بدر. انت بدر؟ بدر البدور انت يعني. بسم الله ما شاء الله. اما نبص على الموضوع ده نبص نلاقي ايه؟ نلاقي ان انا اصبحت بنفعل مع الحدث الاغاثي الناتج عن كارثه طبيعيه او الناتج عن مواجهات مسلحه. لان الحدث المتاثرين ملايين، لو اتكلمنا عن سوريا او الرهنجا او اليوغور او اليمن او في ليبيا او في جنوب السودان او في النيجر او في مالي او 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 الاخره، هنلاقي او في فلسطين في غزه كل الحاجات دي كلها، او في اريتريا اللي احنا ناسينها، اريتريا فيها 400,000 في السودان بقى لهم 50 سنه السبعينات. فاحنا بننسى ليه؟ لان الكم البشري اللي خرج علينا من المواجهات المسلحه خلانا نضع التغير المناخي مش اولويه كشيء ثانوي.
دي نمرة واحدة. فلذلك كلنا تخصصنا في الاستجابة الفورية السريعة الإغاثية. وطبعاً استجابتنا ليها مش 100%، لا أبداً. استجابتنا ليها قد تكون يعني قاصرة وقصيرة الأمد. العمل التنموي لابد يكون فيه متقاطع معه سياسة المحافظة على البيئة والمحافظة على المناخ ومحاربة الصحر والجفاف. لأن في العمل الإغاثي لأنه سريع مش هقدر تحط فيه برنامج لمحاربة الصحر والجفاف والاحتباس الحراري. لكن في العمل التنموي بتاعك لما بنتكلم على البيوت اللي احنا بنبنيها وبنتكلم على المشاريع اللي بتاعت الإعاشة للناس وحفر الآبار وحفر السدود إلى آخره إلى آخره، لابد تكون معمولة من خلال سياسة للمحافظة على مقدرات البيئة ومحافظة على المناخ نفسه. فالاثنين مختلفين تماما. لكن أقول لك منتهى الصراحة وأنا العهد علينا، إحنا انشغلنا وده مش حرام ومش عيب بالكوارث ونسينا التنمية ونسينا البحث. أنا بقول للناس يا بنات ويا شباب، البحث بيجيب فلوس، البحث بيجيب فلوس، FLOS في اللغة الإنجليزية بقى هي FLOS. لو أنت تروح بقى كامبريدج ولا أكسفورد تقول لهم دو يو هاف FLOS؟ المهم ليه؟ لان لما تطلع ورقه بحثيه محترمه ب $100,000 دي كان مثلا، كان في احد المديرين المؤسسات الكبيره في باكستان قال لي احنا كلفنا بحث $100,000 جبنا عليه 3-4 مليون دولار. فلو انت خدمت البحث هتخدم الحكومه، هتخدم مؤسسات دوليه، لان انت عندك المعلومه اللي انت على الارض الواقع. مين هيجيب الاحصائيات اللي عن السوريين او اليمنيين او في باكستان او في الهند الا انت؟ لكن لو انت نظمت معلوماتك وحولتها لورقه بحثيه بتعملها جامعه محترمه كلفتك 100,000، ممكن 100,000 دولار دي ما كانش عندهم جمعيه واحده، كان عندها 3-4 جمعيات مشتركين فيه. احنا بقى مشكلتنا ان مش عايزين نشتغل مع بعض، كل واحد اي عايز يحط الشعار بتاعه. شايفين الشعار ده؟ عارف انت الشعار ده نور؟ ها عارفه ما تقولهمش عليه. ها المهم ده المشكله بتاعتنا، مشكله نفسيه نفسنا، مؤسستي 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 مؤسستي. فالحاجات دي كلها واحنا داخلين في اي مشروع تنموي نحط في قاطع مشترك اكبر في كل مكون من مكونات هذا المشروع فلسفه المحافظه على المناخ وعلى البيئه. حتى ولو كان ده ان احنا بنزرع كل سنه 100 شجره او 200 شجره او 500 شجره او 1000 شجره. ولو كان عندنا هنا في قطر توجه ان الحكومه عايزه 1,000,000 شجرة ناخد احنا من 1,000,000 دول او 5، بس خلي بالكم ناخدهم ونرقد على الارض مش نروح نخسرها ونيجي. ها تخسرها وتيجي ما تتكلمش معايا، لكن تروح زي ما ده مثلا بتاع فريده وبتاع هويده وبتاع الناس اللي راحوا وسابوا بلادهم في اوروبا وامريكا وعايشين في وسط الادغال دول. وزي ما احنا بدأنا من 2007 ولا 2005 في نيجر ومالي والوقت البحث موائل، هو ده بنتكلم عنه. التغير المناخي مش فسحة، مش صورة، مش مقالة في الإذاعة والتلفزيون وتسقيفة. شوف بنتي، شوف مراتي عملت وبعدين لو بعد كده خدت بالكم. فده بالنسبة لإيه؟ لازم يكون مقاطع مشترك عصر. بنات اتفضلوا تعالي يا حنان. عدد كده من هنا؟ لا تعالي جنبي هنا عشان تطلعي هناك. ما انت لما تيجي هنا هتطلعي هناك، لما تقعدي هناك مش هتطلعي هنا. ها يا هلا. وثانيا انا مش سؤال بس اعتقد ان هذه اشياء مش ممكن تكون سؤال، قول لهم رايك. مداخله. يعني في اشياء كنت تتكلم فيها مثل اعتقد انك وسعت من مفهوم التصرفات اللي احنا نتصرفها. يعني احنا عاده كنا نتكلم عن الاستهلاك اليومي، كنا نتكلم عن اشياء اخرى كانت قريبه جدا للبيئه، بس اعتقد انك انت وسعتها وصلتها للزواج مثلا. فابدا انا ما كنت افكر انه ممكن الموضوع يكون اوسع من كذي، ان كل شيء بالنهايه مربوط في بعض اللي هو المسؤوليه، ان كل فرد تحمل مسؤوليته تصرفاته وعيه يرجع بشكل او اخر على تصرفاتنا وبالتالي ياثر في البيئه والمجتمع والاقليم. هذه نقطه كنت قاعد افكر فيها. وشيء اضافي كنت يعني بعلق عليه اللي هو كل ما
مقام من المقال. احنا كنا كثير نشوف ان قاعدين نعاني ليش ما الناس ما يجون او شنو الفرق بيننا. فجأة قمنا حسنا ان احنا يعني فئة مستقلة عن المجتمع وان احنا يعني عددنا قليل واللي نجذبهم اقل بعد. فاعتقد هو طريقة الكلام. كان في شيء يتكلم عن مثلا النخبة والجماهير في المجتمع. فكان يقولون لنا كيف مثلا في افلام معينة نشوف عليها افلام معينة يكون عليها اقبال كبير اللي هم الشعب اللي هم الجمهور. في افلام يكون فيها اقبال اقل اللي هو لان احنا قاعدين يعني يكون فيها فن شوي اكثر وناس مختصة اكثر. الاغاني نفس الشيء عندنا الاغاني الهابطة يعني بالقوسين نستخدمها وفي اغاني تكون شوي ارقى فنشوف الاقبال شلون يقل. فاعتقد ان هني احنا ممكن نستخدم هذا الاسلوب بان احنا نجذب اللي حولنا. كانت في نقطة بعد ثالثة اللي هو شنو اخر شيء تقول؟ كان يخف المجتمع عن الرجال ايوه احنا فعليا ما نقدر نفتح يعني ما نقدر كلنا نكون كلنا بيئة 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 بس فعليا كل مشروع هو بيئة لو تفكرون فيها بشكل او اخر. يعني مثلا مشروع الاغاثي ممكن يترتب لها من ناحية بيئية. نروح مثلا منطقة معينة اكل مثلا نوزع هذا الاكل بشكل انه ما يكون مثلا مضر للبيئة ما يكون في بلاستيك في كونتينرز حاضرين. حنان امال يا حنونة دلعت انت دلعت. كان معانا اخت في البوسنة اسمها فاطمة انا سميتها فاتيكات عجبك يا فاطمة؟ قالت لي عجبني الاسم اسمها فاتيكات يلا حنونة. فهذه الفكرة انه مش لازم كل مشروع يكون بيئي بس ممكن ان كل مشروع نفس الوقت يكون بيئي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. شكرا على الاضافة الجيدة. يلا يا شباب تعالي بقى انت سقفت يا شيخة تعالي يلا شباب هتضيف تعالي ضيفي عملي اضافات لان انا مش جاي علشان اتكلم بس وانتوا تسمعوا انا جاي عشان انتوا تتكلموا وانا اسمع. بسم الله الجماهير تنتظر ان الجماهير في العالم العربي والعالم الاسلامي والعالم كله. بالنسبه لي الافكار حاليا في الخطاب لكن اكثر نقطه بالنسبه لي انا نرفزني او شوي تعصبني هي الاتكاليه نعم. ايوه فمشكلتنا احنا هنا الراحه اهم من الصحه بالنسبه لي. يعني انا اهمني مثلا راحتي ليش اروح اجيب معي مثلا كب مالي ليش اجيب معي ليش اتعب نفسي واشيل الاغراض كلها لا انا راح اخذي استخدم الشيء وارميه يعني انا ما احتاجه يعني. فمثلا الدوله كيف هي موفره اشخاص ينظفون في ال 24 ساعه فهم مش قاعدين يشوفون مقدار التلوث لان هم قاعدين عندهم اشخاص ينظفون وراهم عندهم اشخاص يعتمدوا يعني خلاص في اشخاص راح ينظفون وراي في اشخاص راح يشتغلون هالشغله هذه مش شغلتي انا يعني. فنقطه الاتكاليه هي من اكثر النقاط اللي تاثر على البيئه وتاثر على نمط الحياه تاثر على الجيل الجديد اللي راح يجي كذلك اللي هو الوعي. فانا لما اكون خلاص في اشخاص ينظفون وراي انا ما ادري بالمشاكل ما قاعدة أنظر للشكل أوسع. وبس فهذه كان شاء الله وصلت. شايف قلت لكم إن أنا في حاجات ما أعرفش أقولها أنتوا هتقولوها تعالي يا أماني. أنا شايف إنك بتحضري نفسك وعندك محاضرة هتقومي. أنا أماني مختصة. يدينا محاضرة بقى. أهداف واستراتيجيات وتغييرات وإدارة وكل حاجة. هلا انطلق يا طيارين كلهم. اول شيء انا يعني بشكرك على هذا الكلام اللي حكيته. يعني الصراحه يعني مثلا احنا كمبادره انه عن جد احنا نظمنا هذا الحدث كان بدي كل قطر تسمعوا مش انتوا يعني بس هو هلا جمله قبل ما ندخل انه حتى لو كان عندي انا خمس اشخاص انا بحكي معهم اهم شيء النوعيه او الكواليتي اهمية من كوانتيتي. فانا عشان هيك يعني واحده من الاشياء اللي عن جد بتخلي الحافز موجود اللي هو
قديه مهم ان احنا ما دام انت عندك هذا الوعي فهي هي مسؤوليتك انك انت تعطي الوعي لهذا الزمن. فانا سؤالي هون لك انه يعني هلا احنا في مبادره فسيله بس حابه اسالك عن حاجه مبادره. يعني احنا السنه الماضيه كل اللي عملناه احنا نظفنا شواطئ كنا نسحب الطالبات يعني او الفئات العمريه المختلفه انه نحكي لهم عن الوعي. وصراحة كثير شفنا فيه يعني تغيير عند البعض بس عند البعض الثاني خلاص هي مجرد رحلة للشهادة. فأنا حابة أسألك يعني عشان ننتقل للستيب الثاني في مشروعنا إنه إيش ممكن إيش الخطوات اللي إحنا ممكن نمشي عليها وإيش التوسعات اللي إحنا ممكن نتطرق إليها في هذا الموضوع. ويعني وكمان بدي يعني على في كثير تحديات متواجهة خصوصا هذا المجتمع اللي إحنا عايشين فيه فبس بدي تحط بطن هذا الموضوع كمان. طيب نبدا بايه؟ بدنا نشكرك يا اخت اماني ونحييكي انا جاي عشان اشجع. انت عارفه ان انا جاي هتسالي عمر واسالي رامي انا جاي عشان اخد شحنه وانتوا شحنتوني خدت بالك الحمد لله. لما ننظر للسؤال الاول بتاعك اللي هو كيف ممكن توسع كمبادره دي لازم ارجع لها ارسل لك الرسمه اللي انت ايه وجبت مش عايز ارسمها طب بالك رسمتها امبارح للشباب في جامعه يكن مثلا انا جامعه قطر جامعه قطر برمنجهام ده احمر وده ازرق ادي الفكره بتاعتكم خلاص انتوا ليه فسيله حولتوا فسيله الى مبادره خلاص انتوا مؤمنين بفسيله ولا لا؟ طبعا لا لا ما تقوليش طبعا صلي على النبي عارفه الامام معناها ايه؟ انك مش هتنامي وانت نايمه في السرير بتفكري في فسيله صح؟ وانت نايمه في السرير وخارجه بتاكلي وتتغدي شفتي حاجه كده في الجو احطها ده الايمان. الايمان انا مش برجع مع الشباب والشابات واقعد كده واتكلم ونطلع حاجه ونعملها لا. الإيمان هو روح في داخل كل خلية من خلايا جسدك تحييها بالإيمان بالفكرة بتاعتها. فأنتوا مؤمنين بفسيلة ولا لا؟ دي نمرة واحد. ليه دي؟ دي الفكرة. مؤمنين؟ هنقعد مع بعض نعمل أول تجربة. فشل. إيماننا هيخلينا نكرر تاني تجربة؟ فشل. تالت تجربة؟ فشل. إيه المشكلة؟ لكن انا ايماني هاخد نعمل 20 تجربه عشان بعد 20 تجربه ننجح. دكتور ممكن تديني مثال الدكتوره؟ انا يا بنتي فاشل في كل حاجه. هو الدكتوره بس انا فاشل في كل حاجه، عمري ما نجحت من اول مره. حتى في الجواز. انا مش على عصركم انتوا، يمكن مثلا انا كنتوا برضك مش هتقبلوني. يعني حتى في الجواز رابع مره او خمس مرات، المهم يعني. فالدكتوراه بالنسبه لي سقطت سقوط ذريع. ذريع از الرقيع. شفت بقى؟ واخدت كارت احمر كده ولان الماده العلميه بتاعتي كانت جيده الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى رئيس الكليه الملكيه اللي شفت تعالى هنا اقعد معايا. انا عايز رسالتك تكون في الجامعه. لان فيها حاجه كويسه. فيها حاجه حلوه لو قلنا بتقول لك ايه؟ فيها حاجه حلوه. حاجة بس ايه؟ لو نبدو ليه؟ حاجة حلوة. جاءك حاجة حلوة. كمل بقى. فقال لي في خلال سنة يا تاخد الدكتوراه تطلع بره. بس هما غفروا لي زلاتي اللي هي فيها الاز والار والريفرنس والحاجات دي كلها كنت بهدلت الدنيا. بهدلت الدنيا خالص. فراجع شوف انا عايزك هتكلم فلولا ان انا عملت اللي هي المشروع بتاع الدكتوراه ده بطريقه جيده جدا ما كلمتش رئيس الكليه الملكيه يقول لي انا عايز رسالتك وعين لي واحد ها يصلح الاز والار بتاعتي ويعلمني اعمل كذا 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 وفي الاخر نجحت. فانا فشلت مش عيب مش حرام خير الخطأون التوابون. ولو في ناس ما بتخطئش ربنا هيخلق بشر يخطئوا ويتوبوا عشان يغفر لهم ربنا. وانت اسمعي بسم الله ما شاء الله يا اخت هيا. هيا ولا هيا اه. اما عادت انت ملاك مش هتخطيش. فين الجناحات بتوعي؟ ها؟ خدت بالك؟
فما ننظر لمثل هذه الاشياء انا هختل. فمش عيب انك تعمل مبادره وتفشل، مش عيب انك تاخد كلمه كده في جنبك وواحد ينرفزك وواحده تنرفزك وواحد تقول لك كلمه، مش عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرمي على الزباله والمصاريد، وكان السيده فاطمه تخرج رضي الله عنها وارضاها وتبكي على ابوها اشرف خلق الله، صح ولا غلط؟ كانت تشيل الزباله دي كلها وتشيل المصاريد اللي عليها، صح؟ مش ده حصل؟ وقف عن توقع توقف عن نشر الدعوه بتاعته؟ ابدا ابدا، واصر على ايصال الدعوه للعالم كله، صح ولا غلط؟ بنرجع النقطه الاولانيه يا نور انت وحنان والشيخه وكله كله كله، النقطه الاولانيه هل انا مؤمن بفكرتي ولا لا؟ فكرتي التي ممكن اضحي من اجلها حتى بمالي حتى بعمري حتى 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 الى ان ننتهي من الحتات، خلاص؟ فاحنا عملنا دي هتنجح، بس لما تيجي تعمليها يا بنات او شباب تعملوها على 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 مساحه يكون فيها النجاح اكتر من الفشل. ما توسعوش الارض جدا كبيره فيكون عوامل الفشل اكتر من النجاح. يعني مثلا ممكن نعمل على مستوى حي او نعمل تارجت نجمع 1000 شجره مصر هنزرعها، وبعد ده انا عايز اجيب من مليون شجره بتوع الشيخ موزه دول اجيب نص مليون، كبيره كتير عليك. اعمل 100 في 100 في 100 في 100 ده تدرج. ها؟ كل واحد قدرته يعني. كل واحد قدرته. وبعدين تحوليها بقى لعمل منظم جمعيه. لما كنا بنتكلم في الكلام ده امبارح يا فاطمه. كنا كنا الكلام ده امبارح. الجمعيه دي بتنظم ايه الفكره والمبادره. كلنا كلنا في انتظارك. لقد اكرمتينا بوجودك. يا اهلا وسهلا. ها؟ فشوفي الجمعيه دي هدفها ايه؟ انها ترعى الفكرة. اوعي مين سأل السؤال كان انا بتكلم اماني اوعي يا اماني تنسي الفكره. ويمكن فاطمه تقول لكم احنا اتكلمنا فيها ازاي بقى اكتر من ساعه. ها الجمعيه دي بتمتلكها مجموعه من انتم عايزين بعد كده. التحدي هنا يا بنات ويا شباب ان نملك الفكره دي للمجتمع، مش يبقى احنا بس اصحاب الفكره دي. هنا المشكله الكبيره، لو احنا استطعنا ان احنا نخلي المجتمع يحب الفكره بتاعتنا ويتملكها ويتبناها، المجتمع هيعطينا فلذات اكباد من الشباب ومن المال ومن الفكر ومن كل ما يملكه المجتمع. مشكلتنا ان احنا بنحول الفكره والجمعيه لمجموعه معينه، زي ما انت قلت احنا عايشين في 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 مجموعه. جميل قال الكلمه دي، بس قاعدين بنتكلم مع بعض، فاهمين بعض، بنزور بعض، صحاب بعض. وبعدين وبقيت يعني انت مثلا 20 واحده، الجامعه فيها كام؟ يمكن 10,000. فين بقيت ال 10,000 التانيين؟ البلد فيها مليون، فين بقيت المليون؟ الاقليم فيه 40 مليون، فين بقيت ال 40 مليون؟ العالم فيه 1.7 او سوري مش 1.7 فيها 7.8 بليون. انت ايه من العالم؟ تعرفوا يا شباب انا عايزكم انتوا اللي تديروا منظومه الفكر داخل افئده الناس في العالم كله. من خلال السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. فتطلعوا فكر راقي جيد سهل. يستطيع ان يستوعبه كل فرد في كل مكان في اي في اي زمان. هو ده الايمان. هو ده الاصرار. هو ده الصبر. مش مهم انك تشوف النجاح في عصر. لكن تؤهلي لعمل منظومه النجاح من العصور اللي تاتي بعدك. لاولادك واحفادك وكذا 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 الى اخره. انا بس مش هكملها للاخر هتاخد وقت كبير جدا، بس هنا بنتكلم عن ثلاث نقط. اي شيء احنا بنعمله لابد ننظمه ونهيكله ونراجعه ونسلسه. يعني الخطاب للاخت، انت بتتكلم عن الخطاب ولا مين حد فيكم بيتكلم عن الخطاب؟ لغه الخطاب ان احنا نتكلم مع الناس بلغه الشارع نفسه. بلغه الشارع، مش عارفين نتكلم بلغه الشارع، لان احنا يعني احنا النخبه. احنا مره كنت بدي محاضره في مصر 2011 او 12 مش فاكر، انا مجرد ما قلت كنت في المركز بتاع الشباب اللي في الجزيره ده اسمه ايه؟ مركز اعلى الشباب والرياضه. والقاعه مليانه بقى. انا قلت كلمه رموز
القاعة اتقلبت خوف، لان ساعتها كان كلمة رمز اللي هو الفاسد، كان الاعلام بيقول لك الرموز اللي هم الفاسد. فانا قعدت كده بتاع خمس دقايق قلت بس هصلي على ما عندنا مش سعد زغلول من 100 سنة مات، مش ده كان رمز؟ ده كان فاسد؟ مصطفى كامل مش ده كان عمل ثورة؟ أول من عمل ثورة في مصر اسمه مصطفى كامل، والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. كلمة رمز مش معناها فساد، أنت حولت معنى عام لقدوة مجتمعية راقية إلى فاسد، لأن في بعض الناس سموا نفسهم رموز هم فاسد. فأنت الله أنا رمز، قال طب ما أنت ده رمز وده الرمز اللي عندنا، طب ده أنا فاسد وسارقك وسارق اهلك وسارق كل حاجه زي كده، واصبحت كلمه رمز كذا. فازاي انت تعرف لغه المجتمع؟ مهم جدا يا شباب، مهم 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 لنعرف لغه المجتمع وثقافه اللغه. خلي بالك اللغه مش معناها حروف واز وار، لا معناها ثقافه، معناها فلسفه ثقافه اللغه اللي بتتكلم فيها. يعني في حاجات انت بتسمعيها مش فاهمها لانك مش فاهمه ثقافه الفلسفه او فلسفه ثقافه اللغه. لازم ما تتحدث الانجليزيه بتحدث انجليزيه، ولازم ما تتحدث العربيه تحدث بقى حاجه في اللينجويستك بعد كده نتكلم فيها بعدين، خد بالك. فلما تتكلم في علم اللغويات، لما تتكلم مثلا اسمع واحد الشيخ الشعراوي اللي بيطلع عليه، شوف قد ايه بيحببك في اللغه العربيه وهو بيحولها لمصطلحات واراء. وفي واحد ثاني كان قاعد عندكم خاطر هنا اسمه المقرئ الادريسي لا هو الاستاذ في اللغويات، لما كنت انا بسمعه في المجمع الاسبوعين كان موجود، كنت بقعد كده كاني على راس الطير وهو كانه بيسحبني، لان انا بحب اللغه العربيه. فبالتالي مش ده المستوى اللي كل الناس هتفهمه زي ما احنا اتكلمنا. نرجع دي للنقطه بتاعت المبادره. الجزء الثاني من السؤال كان ايه؟ ستين بس الكلام ده يا اماني يعني شو الخطوات اللي ممكن احنا ما انا قلت لك الخطوات. بس يعني مثلا من خلال تجربتك، يعني من خلال اللي انت عن جد واقع عشته، يعني كيف احنا فينا نتوسع او كيف؟ ايوه احنا دلوقتي طلبه صح؟ صح. هنخلص الطلبه دي بعد سنتين ثلاثه صح؟ هل احنا هنشتغل في نفس المشروع ده بعد ما نخلص، ولا هنكمل مشروع ثاني، ولا هنقعد مع ناس ثانيين في العمل بتاعنا نعمل مشروع؟ تفكري كده. ولو احنا سيبنا الجامعه دلوقتي بعد سنتين بنسيبها لمين من الشباب عشان يكملوا الشغل بعدين؟ ما أنا لازم في نفس الوقت وانا بشتغل ومتحمسه اجيب، يعني مثلا انا في سنه ثالثه ها في الجامعه، فين بتوع سنه اولى وسنه ثانيه عشان اعلمهم كيف يؤمنوا بالفكره بتاعتي فتستمر. يعني جمعيه رساله في مصر، جمعيه رساله سمعتوا عنها؟ من اكبر تعتبر اكبر رساله؟ رساله مين يعرف مصر؟ جمعيه رساله رامي ممكن يتكلم ها؟ كنت انت فيها؟ تعال هنا بقول لك تعال هنا، انت بنهزر اذا كان الاخوات طلعوا انت مش هتطلع معايا المونتاج انت ده اجيب لكم الشريف منير معايا لا وقعد جنب حنان كمان بدي له انا اقول له كده معايا كده وكيف نشأ بالظبط يا جمال. السؤال ده تجربه عمليه. جمعيه رساله هي جمعيه خيريه قايمه على العمل التطوعي موجوده في مصر من سنه 99، انشاها دكتور اسمه دكتور شريف عبد العظيم مع شباب من جامعة القاهرة كلية الهندسة. هو دكتور في جامعة القاهرة في كلية الهندسة، وسنة 99 كان في مبادرة شبابية من شباب الجامعة ان هم محتاجين يساعدوا الناس بشكل بدائي جدا، او بشكل مبادرة اولية كده زي فسيلة او زي احياء. ففي محاضرة ما اتكلموا على المساعدات الخيرية دي، وقالوا ان هم بس هيجمعوا ملابس مستعملة ويبدأوا يفرزوها ويجدوها للفقراء يعني في القاهرة. طيب شوية الموضوع توسع، بدأ يبقى فيه مخازن، بدأ الطلبة يجيبوا ملابس أكبر والطلبة يكتروا لحد ما حد تبرع لهم بشقة. بعد كم سنة؟ بعد سنة تقريبا. شفت بعد سنة شقة؟ بعد السنة دي خرجوا بره الجامعة وأسسوا جمعية اسمها جمعية رسالة للأعمال الخيرية سنة 99. رئيس مجلس الإدارة كان دكتور شريف عبد العظيم. ما زال. ودلوقتي احنا في 2019 يمكن من ثلاث سنين فاتوا كان في 64 فرع على مستوى الجمهورية. 64 فرع فيهم أكثر من 400,000 متطوع.
يعني خلينا نقول ان ال 400,000 دول مش ولا يعني اكتف، يعني في الداتا اعتقد ان هم اكتر من مليون، لان مفروع القاهره بتلاقي الاكتف بالالاف زي المحافظات وكده. دلوقتي كل فرع في فروع مركزيه اللي هي القاهره واسكندريه، يمكن طبعا فروع او حاجه، وفي لكل مدينه تقريبا في فرع، الفرع ده مستقل بذاته ماليا واداريا وبيمارس اداره منفصل. ففكره ان انا حته مكسر الفرق معناها ايه؟ بس التلفزيون، عشان التلفزيون ده طيب مجلس اداره منفصل يعني ايه؟ خلينا نتكلم على الفروع المركزيه. الفروع المركزيه عباره عن مجلس اداره واحد في يعني طيب في جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه دي بنختار يعني الفقره اللي الدكتور بيشرح فيها دي اللي هي جمعيه، بتكون من جمعيه عموميه هم اعضاء بيدفعوا اشتراكات سنويه في الجمعيه دي وليهم حق انتخاب مجلس اداره. تمام، مجلس الاداره بينتخب من ضمن الجمعيه العموميه فقط خلاص، والاعضاء اللي دفع اشتراكات سنويه. طيب الفروع المركزيه اللي هي عباره عن القاهره واسكندريه ليهم مجلس اداره واحد باداره تنفيذيه واحده بصرف مالي واجراءات اداريه واحده خلاص، في مجلس اداره بيتحكم في ثمان فروع دول. طيب هنخرج بره شويه، هنروح مثلا لمحافظه الشرقيه فيها وليكن ثمان مدن، وفيها في كل مدينه في فرع، الفرع ده كل فرع فيهم ليه جمعيه عموميه لوحدها، الجمعيه العموميه دي بتختار مجلس اداره لوحده وبيتصرف في موارد الجمعيه بعيدا عن معناه ايه؟ معناه ان في وزاره الشؤون الاجتماعيه في مصر ان مجلس اداره المنصوره في الدقهليه دي جمعيه مستقله بالظبط، ومش مجلس اداره من تاني المنصوره في الدقهليه؟ في اجا مثلا، اجا في مدغم، زفته ومدغم والحاجات دي كلها، كل دول في الدقهليه او في الغربيه، لكن كل واحد فيهم تعتبر جمعيه مستقله ملتزمه باهداف الفكره الكبيره بتاعت الجمعيه، ليها لائحه داخليه لوحدها وليها نظام اساسي لوحدها، ولكن رابطين الشعار ايوه بناء على نظام رقابي ومتابعه من المقر الرئيسي عشان يشتغلوا على معايير معينه عشان يفضلوا واخدين الاسم ده. نشكر اخونا رامي. اهلا اتفضل يا اهلا وسهلا كلنا. المهم ده مثلا 99 ل 2019 ادي 20 سنه طلب بالضبط زيكم. الفارق قد يكون ما بين مصر وبين الدوحه هنا العدد، لكن في مصر ما فيش نفس الامكانيات الماديه اللي موجوده في الدوحه صح؟ لكن استطاع العدد ده في الامكانيات دي المختلفه عنكم انه يعمل اشياء تعجز عنها الامكانيات الماديه اللي موجوده في الدوحه صح؟ لما يتكلم ان في نص مليون او متطوع او الى اخره، فده بيحاول يعني لما تتابعوا مؤسسه رساله على الفيسبوك او على تويتر او حد كلها هتلاقوا كلهم شباب زيهم يبنوا بيوت، بيحفروا ابار، بيعملوا حد كده، بيوزعوا اكل على الناس، يجيبوا كلها. انا طبعا رئيسها الحالي كان عندنا في برمنجهام احمد سعاده، الراجل يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه، ويعني شغالين كويس. بس بدأوا ازاي؟ انا اماني بدأوا زيك بالظبط. شريف عبد المجيد، شريف عبد العظيم، احمد سعاده صناع الحياه، صناع الحياه اسف، احمد سعاده صناع الحياه، نفس الكونسبت برضه، صناع الحياه برضك اللي كان عملها عمرو خالد. فشريف عبد العظيم هو كان يعتبر الفلاح الايه او المهندس الكبير بتاعه، لكن اطلق يد الشباب في كل مكان في مصر عشان يعملوا المبادره اللي بتنجح. فرضت نفسها على الوطن واصبحت معلم من معالم المجتمع المدني، مؤسسه كمان قويه في داخل الوطن نفسه. انتوا ممكن تعملوا كده، ممكن تخشوا على الفيسبوك وتعملوا كونتاكت معاهم، هم يدوا لكم الايه التجربه بالصور والحاجات دي كلها الى اخره. سواء كانت صناع الحياه كان عملها عمرو خالد ربنا يديله الصحه والعافيه، او رسالة نتكلم عنها. ده إجابة للسؤال بتاعتي. حد تاني يا شباب منكم؟ فاطمة تعالي يا فاطمة. لا 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 لا
كان عندي بس سؤالين. انت هتسال اسال انا اسال ماما هسه حضرتك لما انا قاعد معاك معلش ان احنا ويحترم عشان يسمعوا بس. طيب انا عندي سؤالين. اول حاجه بالنسبه للكوارث الزاحفه. ايه الكوارث الزاحفه اللي بتيجي يعني الشعرفه مثلا لو اتكلمنا على الصحراء ولا الجفاف ولا حتى النزاعات القبليه يعني. لو حضرتك اتكلمت على العمل الانساني اتكلمت في دوره عن يعني الاستجابه للكوارث الآنيه اللي هو ممكن يكون نزاع مسلح دلوقتي او فيضان حالا او كده. طيب دور العمل الانساني بالنسبه للكوارث الزاحفه بروتكتد كوارث الزاحفه. الحاجه الثانيه العمل الانساني الخليجي سواء في قطر او السعوديه او الامارات او الكويت هو تقريبا يعني ليه دور كبير جدا. طب نقسم السؤال سؤالين تقعد اجاوب على السؤال الاول وبعدين تقول لي على السؤال الثاني لما نخلص من هناك بقى عشان ده صعب. طيب السؤال الاول اللي هي الكوارث اللي هي بتكبر تبقى عامله زي كره التلج. انتوا عارفين او احنا عارفين ان المنطقه دي بتتصحر كل سنه بسرعه معينه. المشكله يا شباب ان احنا زي ما اتكلمنا في الاول ان العمل الاغاثي المباشر اكل الصوره واكل السوق واكل كل حاجه من الكوارث اللي بتتكلم عنها. فاصبح الدعم بتاع العمل للكوارث الزاحفه اقل بكتير جدا من الاستجابه للكوارث الحقيقيه اللي هي الانيه زي الحروب او الفيضانات او الزلازل. معايا؟ بتتكلم عن السؤال؟ خلاص الحمد لله. يعني زي ما التصحر مثلا في المنطقه معينه كانوا بيجيبوا برامج في الجزيره وغيرها عن ازاي التصحر بيصل للمدينه. فده بنتكلم عنها. دي مشكلتنا احنا في ايه يا اخ رامي؟ مشكلتنا في اننا مش عارفين نخرج من كوارث فيها ملايين البشر الى تصحر، فمش فاهمين التصحر ده هيؤدي الى تشرد ملايين البشر. هيؤدي الى صراعات بين القبائل المعادله على مصادر المياه. هيؤدي الى دلوقتي في صراعات بين القبائل في تشاد. وهيكون في صراعات بين بعض القبائل في اماكن ثانيه كمان. ليه؟ عشان الميه. مثلا في حاجه اسمها بركه تشاد. بركه تشاد كانت بيستفيد منها 39 مليون شخص من الكاميرون ومن نيجيريا ومن تشاد ومن النيجر. تقلصت بركة تشاد دي نتيجة التصحر والجفاف اللي بيسموها ليك تشاد إلى أن أصبحت دلوقتي أقل من 20%. فالأربع أو الخمس دول دلوقتي بيحاولوا يعملوا مرة ثانية سياسة علشان يضخوا المياه في بركة تشاد مرة أخرى اللي هي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد إلى آخره. خدتوا بالكم؟ فدي اللي هي الكوارث الزاحفة. الكوارث الزاحفة لأنها ما بتلمسش وتر المتبرع وما بتلمسش وتر المواطن العادي اللي انت بتحاول تفهميه مش قادر يفهم. واخد بالك؟ فما بيتحطش بقى شفاعه فيها فلوس. بيدفع امتى؟ يدفعوا الاموال لما يلاقوا النساء اغتصبت او في حرائق. مثلا في زلزال في تركيا دلوقتي، كان في زلزال قبل كده في بكسر، هنجري يا هبه. طب ما احنا عايزين نعمل حاجه بعد الزلزال وقبل الزلزال. خلاص؟ بعد الهبه دي والفزعه دي الحمد لله خلصت. لا ما خلصتش. في سلام حصل في منطقه معينه بعد حرب. والله يا شباب مجرد ما بيتمد عقد السلام ولا اعلان بيطلع ولا قرش بيخش للناس اللي يبنوا السلام. اذا عقد السلام بعد كده مع ناس كانوا مقاتلين وشايلين السلاح من غير ما بنينهم مشاريع مجتمعيه تؤهلهم وتحولهم من مقاتل الى مزارع او الى مربي للحيوانات او الى مدرس او الى كذا او الى كذا. فبعد دي خطوره عند ثقافه المجتمعات كلها. بعد السلام ما بيمضى او الناس بتمضي عليه وكأن القضية انتهت. قضية أفغانستان بعد السلام اللي كان في 600 خلصت لو انتصروا. لا شكرا مخدوم أفغان خلصت. مشي السوفيت من أفغانستان. هل أفغانستان بانت لغاية دلوقتي؟ أبدا زي ما هي. بس حكام شارع كده في كابل ولا لغاية في حرب أو في مواجهات إلى آخره. ده بالنسبة لإيه؟ للتصحر اللي بنتكلم عنه والاستجابة. النقطة التانية اسمه إيه؟ التاني نسيت؟ لا كويس. العمل الخيري خلال في الخليج. في الخليج. العمل الخيري في الخليج عين الصراحة؟ انا لسه ما ولا مش عين الصراحة؟ تعليق السؤال ولا كمل. طيب
شو العمل الإنساني في الخليج أو العمل الخارجي في الخليج؟ شايف أنا ممثل إزاي؟ الله يعزك. أنفع مع عادل إمام مش كده؟ بيأثر بشكل قوي جدا في أفريقيا بالذات. كويس. طيب بالنسبة لمجال المياه والإصحاح. المياه والصحة. كل الجمعيات الخليجية بتشتغل على الأبار السطحية أو الارتوازية. كويس. طيب المفهوم العام بالنسبة للعمل ده، هل مش محتاج واحد ملهم يأثر في القيادات الكبيرة الخليجية علشان إنفاق الأموال دي يروح في الطريق الصحيح، فما يبقاش بس من مبادرة شبابية أو طيب. طيب أرجع مرة ثانية، أنا كنت فاهم السؤال كده برضك بس جزاكم الله خير إنك وضحت. يعني شوفوا يا شباب، كل المؤسسات الخليجية تعتمد على نوع واحد من المتبرعين. في السعودية السعوديين، في قطر على القطريين، في الإمارات على الإماراتيين، في البحرين على البحرينيين، في الكويت على الكويت، في عمان على العمانيين، خلاص. فكل مؤسسة مربوطة بثقافة المانع اللي هو لا يفهم إلا في المشاريع التقليدية. خلاص واضحة؟ ده مش عيب مش حرام. بس لازم المؤسسات خير الشرعية رفع وعي المجتمع الشرعي. أنا ما حكيت أنت أصلاً أنت سبقاني. بس بالراحة عليا كده عشان أحصلك. هبقى أجيبها معايا في كل محاضرة. عشان تولعني حقيني يا فاطمة. ها؟ فده يعتبر حسنة وسيئة في نفس الوقت. لو تعدد مصادر دخل المؤسسة داخل الوطن ما من خارج داخل الوطن، خارج الوطن، هتتغير مثل هذه الثقافة. لذلك تغيير ثقافة المانع في دولة أحادية الدعم أصعب كتير جدا من تغيير ثقافة المانع في دولة متعددة من مصادر الدعم. وضربت المثل ده في أحد المحاضرات في 3-2 و 4-2 اللي فاتوا، إن مؤسسة الإغاثة الإسلامية عندها 20 مكتب جمع التبرعات من 20 دولة. 20 ولا كام؟ أمريكا فيه، داخل أمريكا فيه يمكن 5 أو 10 مكاتب، كندا فيه 4-5 مكاتب، فرنسا، بلجيكا، هولندا، كذا وهكذا. فالثقافة المتميزة اللي في كل بلد بيجمع التبرعات بتخلي المركز الرئيسي بتاع مؤسسة ما، سواء كانت الإغاثة الإسلامية ولا أوكسفام ولا سيف ذا تشيلدرن ولا كير انترناشونال ولا بلان انترناشونال، بتخلي المكتب الرئيسي عنده ثقافة زخمة متباينة ومتعددة الأطياف والثقافة. التحدي هنا يا شباب إن إحنا عندنا بس المتبرع بتاعنا عارف 4-5-6 مشاريع. ممكن تقول لي مشاريع ممكن المتبرع يتبرع بيهم؟ ها المشاريع، ها البير، ها ايه تاني غير البير؟ المسجد، التعليم، الايتام، التعليم. لازم تكلمني اي مشروع. ثلاث رمضانيه الغذائيه، هتلاقوا في 10 مشاريع كده او 12 مشروع في كل جمعيه. دي برضك موجوده في اوروبا، بس بعد المشاريع دي كلها في مشاريع اخرى برضك مضافه اليها. هي بتخاطب عقليتين، عقليه تقليديه وعقليه غير تقليديه. كلما الله اكبر، لا تعالى هنا، لا لا بالله عليك، بالله وتالله وبالله يغفر لنا. بالعكس، انها هيئه، يا هيئه. اتذكر يوم كنا في برمنغهام، كلمي الشباب حمسيهم كيف برنامج برنامج اللي احنا فذكر كان في محاضرة الفندريزين، كان يقول لنا انه اوكي مثلا احنا خصوصا احنا عندنا قال في وايد ناس انه بعد برنامج وانا احنا يقول لنا لا وزنا انا بس جوي بس بعمل مسجد. فهو قال لنا ذكر طريقة انه ثانية انه ممكن اوكي احنا نخليك تبني المسجد ونساعدك على هالشيء ولكن يكون متعدد الاستخدام، احنا نقدر نسوي هالاشياء التقليدية اللي هم يبونها خصوصا لو المايكروفون صارنا ايذر وينا هاي المشروع انه ما بعرف مشروع ثاني لنا. خصوصاً حتى لو كان مشروع ثاني أهم حق المجتمع اللي المستفيد. الفكرة هاي أحس أحسن إنه أوكي إحنا نستفيد منكم بهالشيء، ولكن إحنا منطلق المؤسسة إنه ويديله إنه نتعامل مع عقلية واحد بس إنه أقنع إنه شوي إنه يطور. أيوة قدرت عنك. شطارة الفنيزة. أيوة. ويقنع. المتبرع. أيوة أنا حاول أقول لك جزاك الله خير. يعني أنت في الأول تكسب السخط. يا. عايز مسجد عامل لك مسجد زي ما أنت عايزه بالضبط. بس يا عم الحاج ويا ست الشيخة إيه رأيكم؟ نعمل جنب مسجد مدرسة وداخل مسجد وهكذا وكذا 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 إلى آخره. فأنت بتحققي له ذاته في فكره أو في فكرها، وفي نفس الوقت بتجيبي ذات المجتمع تحققيها مرة أخرى. بس مش قادرة تقولي ذات المجتمع وهو بيقول لك
المشروع بتاع غزة. جزاك الله خير. نحيي أختنا هاية. حد جاوبت على سؤالك ولا لسه؟ تقوله من خلال ثاني هو ايه؟ لا هو ده السؤال. بس حضرتك اتكلمت على التبرع الفردي. تبرع فردي صح. طيب لو اتكلمنا على المؤسسات، يعني انا افتكر ان كنت بتكلم مع عمر من فتره على مشروع نفذته اسلامك ريليف بتمويل من البنك الاسلامي للتنميه. برضه كان في نفس الكونسيبت. طيب يا جماعه، هل انا اعمل ابار ولا اعمل سد ولا اعمل خزان ولا اعمل حفيره زي ما حضرتك بتقول؟ يعني حتى المؤسسات الناجحه مش بس الفرد. يعني هو محتاج حاجه اكبر من ان الفند ريزنج يقنعه حد. طيب ما هو خلي بالك، المؤسسه منحه من انهي جهه؟ من جهه شرقيه، المؤسسات منحه من جهه غربيه، في مؤسسات منحه من فاونديشن اللي هي بتاعت بيل جيت والجماعه دول كلهم الى اخره، فكرهم مختلف. فلذلك تعدد المصادر الدخل اللي بنتكلم عليها بتغير الثقافه بتاعتك بتتغير. فلذلك وحتى انت لما تقعد مع البنك الاسلامي للتنميه، لو انت حاولت تقنع الشخص اللي هو صديقك اللي هو مسؤول الاداره هيستمع لك. ممكن تقول والله في منطقه بتحتاج ابار، خلاص محتاجه ابار، في منطقه هنعمل فيها سد او هنعمل فيها خزان او هنعمل فيها ترعه، هنعمل فيها بحيره، خد بالك. فالامر ده لما زي ما كلمت هيا، لما انت بنيت الثقه بينك وبين المتبرع، استطاع المتبرع انه يسمع لك. معايا حضرتك اسمك ايه؟ مريم. الله، وانت مريم؟ مريم. كان في مريم الثانية. كان في مريم. كنت مريم؟ وانا مريم. فلو انت اول خطوه يا اخ رامي انك تكسب ثقه المتبرع كمؤسسه دوليه او مؤسسه حكوميه او مؤسسه عموميه. ودي بتيجي ازاي يا شباب؟ عشان ما تجوش تقولوا احنا والله احنا بقى لنا من شهر 5 سنه كده ومش عايزين يدونا فلوس. مش هيديك فلوس. يعني مثلا لما في التجربه اللي انا خضتها من 35 40 سنه تقريبا، اول 7 8 سنين ولا بليم من اي مؤسسه دوليه. بعد 92 يعني من 84 ل 92 بدات الناس ايه يستجيبوا لك كده بالفتات، 100,000 200,000 300,000 30,000 50,000 الى اخره. ال- 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 الارقام المخيفه اللي انت بتتكلم عليها بالملايين دي، الامم المتحده او الاتحاد الاوروبي او بعض الدول الاوروبيه الى اخره والكنديه والامريكيه، جت امتى؟ جت بعد ما اصبح انت لك مسيره كلمت عنها المجتمعات اللي انت بتشتغل فيها، شفتها السفارات، عرفتها الجمعيات الاخرى، بنيت فيها شراكات، عملت فيها انتاجات. كل هذه الاشياء اصبحت لما بنتكلم امبارح في عندكم انتم في جامعه قطر، اصبحت لما جت البرنامج الغذائي العالمي في اليمن دفع يمكن عشرات الملايين، وصل 40 او 50 او يمكن وصل 100 مليون 100 مليون مواد غذائيه. بس ده 2014 من 84، خدت بالك يا رامي؟ فانت عليكم ان انتم تبنوا المسيره دي. زي كان اول كلمه قلت لهم انه عايزين نبني نظام ينظم مسيره احداث التغيير واداره التغيير. وبضرب المثل ده في كل ما اروح يا اخواننا، جوجل مش احسن مننا ولا بكل مثل، الا انهم عندهم المعلومه اللي بيعرفوا ينظموها ها ويهيكلوها ويارشفوها ويديروها ويبيعوها لك انت مره ثانيه. معلومتي كانت انا وانت وهي وهو وكده، دي اللي هي الايه الانفرالي الحاجات بتاعتنا احنا، هم بياخدوها بيعرفوا يحسنوا ادارتها. حد فيك يعرف كم ميزانيه جوجل دلوقتي او غيرها؟ كم مليار؟ حد يعرف؟ تعرف 30 ايه مليار ممكن واكتر. من عندي ها مش مشكله. لا هي مليارات يعني اكبر مؤسسات في العالم الوقت فيها اموال، مش المؤسسات اللي بتصنع السلاح، هي مؤسسات المعلومات. انهم اصبحوا عندهم مئات الملايين من المكونات المعلوماتيه على الاشخاص والافراد اللي بيحللوها ويرجعوا يبيعوها. فذلك لما فيسبوك باع المعلومات اللي عنده مش عارف عشان انتخابات في امريكا او فين، باع هاي حكمه في امريكا حكموه خسر فيها كم مليون المحاكم وكذا 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 وكذا. فاحنا عندنا المعلومه اللي مش عارفين نديرها. تخيلوا لو انتوا لما شغالين مثلا في بلد زي مالي ولا تشاد ولا نيجر ولا هنا وعندكم المعلومه دي كلها مش عارفين تديروها. لذلك هنرجع في اول تعريف
أول تعريف يا ولي كده اللي هي مسيرة نظام منظم لتغيير وإدارة الحيثيات. يعني مش ممكن هتغيري أي حيثية في المجتمع وتديريها إلا ما يكون عندك نظام. شغل بقى يلا يلا ها وبعدين رحنا فين؟ في الحيطة وبعدين أنا حلمت امبارح طب أنا هحلم بكرة وبعدين نظام ينظم وبعدين أدير عملية تنظيم. وعملية التنظيم دي يا مريم اللي هي هتغير المجتمع. مش أي عملية تنظيم، في عملية تنظيم بتدمر المجتمعات صح؟ لكن أنا بعمل نظام منظم لإدارة التغيير. معايا حنان؟ أنك يا حنان ها؟ أنت حنونة صح؟ النظام منظم لإدارة التغيير، والتغيير مش سهل. مش سهل بيبقى ابنك قاعد معاك في البيت أو أخوك والوالد والوالدة يعني بيجهدوا سنوات علشان يقولوا يا ابني ما تعملش كذا. وساعات الوالد يكون شديد شوية فالأم تاخد الولد على حجرها ومعلش يا ابني وبتاع ده وكذا. ويمكن يقعد سنين ما يعرفش يغير فكر ابنه أو بنته، صح؟ وده اللي قاعد معانا في البيت. فنظام ينظم إدارة التغيير للحيثيات المجتمعية. والمجتمع مليء بالحيثيات، وكل حيثية في داخل المجتمع تعامل بطريقة مختلفة عن الحيثية الأخرى. زي ما احنا اتكلمنا اللي جايين متأخرين، الحيثيات مثلا القطاعات اللي في المجتمع اللي هي مثلا المية، المناخ، الزراعة، الحيوانات، الطيور، البشر، الأطفال، النساء، الجبال، كل حاجة دي حيثيات. هتلاقي في ناس متخصصة في إدارة كل حيثية. في ناس متخصصين في الفيزياء، في ناس متخصصين في الطبيعة إلى آخره. فكل واحد من العلماء دول عنده علم يدير بيه الحيثية اللي احنا عايزين نغيرها. بس الإدارة التغيير. واضح؟ معايا يا رامي؟ طيب مش عارف وقتكم ايه بالنسبة لكم. أنا ممكن أقعد من الصبح، يعني أنا مسافر بكرة وأنا فرحان قوي. مش قلت لكم إن أنا بحبكم ولا ما قلت لمين؟ انتوا كنتوا مجموعة انا بحبكم ولا مش انتوا بتوع المعهد مش كده؟ والله انا عارف من كتر ما قابلت الحمد لله يعني قلنا غنينا اغنية بحبك يا حمار بس انتوا لا انا بحبكم بس. ها فيها في اسئلة اخرى يا شباب او تعليقات اخرى؟ عادي خد راحتكم. معلش بدي اسالك سؤال. اتفضلي تعالي هنا عند التلفزيون. كلهم خرجنا كلهن خرجنا. اتفضلي. مش انت هتطلعي قائدة المجتمع؟ ها؟ تفضل كلمي الجمهور ليس انا. لو السؤال ما انا عارف بس راح اسمعني بس انت واجهي الجمهور. انت تكلمت عن موضوع اللي هو انت رامي حكى انه انت عن دول الخليج والتبرعات انت ربطتهم المال بالثقافة يعني انت ربطت الدولة بالناس بالمواطنين. نعم. ليش؟ لأنه هون البراعي بس في مقيمين وفي غير طب كذلك الداخل. أنا دلوقتي أغلب التبرعات اللي بتجينا منها في قطر لأي جمعية لا لا اللي بتيجي للجمعية بتيجي منين؟ من أهل البلد. ده ما يمنعش ان في بعض المقيمين بيتبرعوا نسبتهم قد تكون كام 5% 10% اقل او اكتر شغال هنا ففي الغالب 80 90% من التبرعات اللي بتخش اي مؤسسه هنا هو مثلا في قطر او في السعوديه من المواطنين انا بتكلم بعموميتها. ليه؟ لان انا كمقيم عندي مشكله في الهند بحاول اودي فلوس على الهند. عندي مشكله في باكستان، عندي مشكله في فلسطين مش كده ولا لا؟ انا بودي الحاجات دي كلها لكن الناس هنا هو اللي هم اهل البلد هم بيكونوا اكتر من 90% منهم بيتبرعوا للمؤسسات المحليه بتاعتهم. زائد الحكومه بتاعتهم ايضا بتتبرع للمؤسسات المحليه بتاعتهم. وده الواقع يعني. شكرا. جزاك الله خير. دكتور معلش بالمناسبه شفت مين لما اتكلم في الأمم المتحدة وتعهد 100 مليون
100 مليون دولار عشان المناخ التغيير المناخي. نتكلم على منظومه التاهب في الدول الفقيره. طيب هو كده خد ليد كويس الدول اللي جنبنا او كويس كويس الخليج بشكل عام كويس عشان نتحرك في الاتجاه ده كويس. دور بقى ال الجمعيات والاهالي الناس اللي تحت بقى سواء في قطر او السعوديه او في الامارات او لا نتكلم على قطر. طيب خلينا نتكلم على قطر نعمل ايه عشان نمشي في التراك ده يعني. انت هتعمل حاجتين كتير جدا من الجمعيات تقول لك الله طب ما تيجي ناخد 100 مليون للشيخ قالهم دول مش هيبذلوا اي مجهود كل مجهود اللي هيبذلوه انه هيروح يقدموا مشروع لوزاره الخارجيه او للديوان الاميري عشان ياخدوا ال 100 مليون ده منطق. يقول لك ان المنطق انك ايه طب ما ايه اذا سالت عن المنطق فمش هتحط منطق بالظبط بالظبط كده. في حاجه في العربيه اسمها منطق ده مدرسه مشابين كانوا بيتفرج عليها النهارده فدي في مدرسه في مدرسه يقول لك لا طب انا هاخد وجاهد رئيس الدوله ان انا هنشر الفكره عشان اجيب من التجار ومن من الاهالي اقول لهم خش بقى هنا يا اخت نوره ويا اخت مريم الى اخره اخش الناس اعلمهم يعني ايه مناخ. بقى في تاجر بتجار طب الشيخ بيتقال 100 مليون ايه المناخ؟ او انا داخل على ايه التاجر اقول له شوف كذا 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 هبتدي يفهم فيديك مليون يديك نص مليون الى اخره. في ناس هتتنام على المخده بتاع التبرع بتاع الشيخ او الملك او اخر في ناس تانيه هتقول لك لا انا عايز اخش المجتمع عشان ارفع ثقافه الوعي اللي انت هتتكلم عنه. الوعي ده عشان الناس كلها تتكلم عن ايه؟ المناخ. واضح؟ وده اللي هو المسارين والمجالين احنا بنتكلم فيهم. اخر سؤال مع اخونا انت عايز تتكلم تعالى بقى هو بس سؤال خاص بس الامر ليك يا اخت نور عايز نكمل نكمل. انا نقف نقف تعالى هنا خلاص النوره سمحت لك بالمجيء سمحت لك تسمحي لي بالكلام طبعا هو بس خاصه كلم الجمهور استنزاف الموارد كلم الجمهور مساله خاصه بس باستنزاف الموارد كلم الجمهور يا فاطمه يا مريم انت مريم ولا سميه مساله خاصه باستنزاف الموارد بس مساله استنزاف الموارد الاحصائيات بتاكد ان الموارد بتستنزف اكتر من احتياجات الانسان تمام اشرحها كده شويه لان انا مستوايا تحت ان احتياجات الانسان في موارد محدده احنا بنستهلك اكتر منها يعني احنا بنستنزف الموارد البشريه ايوه للاسف الموارد الطبيعيه صح تمام كلمنا دي في الاول فيها تمام طيب استنزاف الموارد ده ليه علاقه مباشره بالموارد يعني الاليه بتاعت الراسماليه الدوليه كويس يعني اللي هي المنظومه الاقتصاديه الدوليه كويس كويس انا كمبادره شبابيه او مجموعه الشباب كمبادره شبابيه ازاي تعمل ليها دور في التعامل مع ده الكلام اللي اتكلمت في الاول عن الوعي اتكلمت عن الوعي يا اخت نوره الوعي بيخليني استهلك اقل في المياه في الاكل في الملبس في البناء في اللبس الى اخره في التعامل مع المنظمات الاقتصاديه نفسها مش مختلف معك ما اول خطوه في التعامل معها انا شخصيا انا شخصيا لان مين اللي بيستهلك وخلي المؤسسات الاقتصاديه تبيع انا دي نمره واحد نمره اثنين ليه انا ما كنتش عندي منتج وبيعه للتانيين تعرف يا اخ بدر تعرف يا اخ بدر يقول لك لا المستورد ارخص انا اقول لك لا ده اغلى يقول لك لا ارخص انا اقول لك اغلى لان ارخص حاجه انت ممكن تعملها انك تنتج منتجك محليا. لماذا حربت السعوديه في السبعينات لما بدات تنتج القمح وتدي لمصر 100,000 طن قمح سنه من السنين دي مصر ان السياسه بتاعت الدوله في الفتره دي كلها ان انا هنتج القمح ونجح المشروع لكن حوربه. فلذلك النقطه الاوليه هو انا كشخص كميه الهالك في استهلاكي من الموارد الاقتصاديه بتاعتي او الموارد الطبيعيه هو اللي بيخلي المصدر الاجنبي او الاقتصاد الاجنبي يبيع لي مستهلك يبيعني يعني يبيعني منتج انا بعتمد عليه فيه. دي سياسه سياسه. ودلوقتي الحروب مش بالسلاح الاستعمار مش بالسلاح مش بالقنابل الاستعمار بالاقتصاد. هجيب لك اكلك هجيب لك شربك هجيب لك لبسك بارخص منك لان انا حولت
صناعتي المؤسسية أو مؤسستي الصناعية إلى مؤسسة منتجة بطريقة الكلفة لتتحقق اللي إيه؟ اللي هو ده بسميه اللي هو الأوبن ماركت بوليسي. الأوبن ماركت ده خلت الاختكار ده عزنا من 20 سنة. كنا نقول إن الأوبن ماركت بوليسي ده بيخلي حاجة ده ستاربكس أو يتنافس مع مين؟ مع بتاع الحلبسة. حلبسة يعني إيه؟ حمص الشام. حمص الشام. الله ده مريم عارفة قال فاطمة يا حمص عارفين حمص الشام او البليله شوف انا بتاع بليله عارفين بليله ايوه معايا انت مشجعين معايا تخيلي بقى انت راس مالك في عربيه البليله دي 3-4000 ريال مين اللي بينافسك على البليله ستاربكس وغيره فالاوبن ماركت بوليس دي اللي فرصه الانفتاح على العالم اللي جت في نهايه السبعينات او في الثمانينات جعلت ان هذه الدول او هذه الكتل الاقتصادية عبارة القارات انها تتنافس مع بتاع الحلبسة وبتاع البليلة واحنا قاعدين فرحانين لاننا انا فاسد انا كمسؤول فاسد فمبسوط من اللي جايين من بره لان باخدني فيه كات النسبة بتاعتي لكن ده بيأثر بعد 20 سنة او 30 سنة على المنتج الزراعي بتاعي الفلاح بياكل الارض راعي الغنم بياكل الرعاية أنا بيجي لي كيلو اللحمة من الصين ولا من كذا ولا من نيوزيلندا ولا من أستراليا $50 ولا $10 ولا $5 طب أنا عاوز أربي غنم أعمل بيهم إيه؟ مش عايز أوجع قلب بقى ببيع الأرض تبقى إيه؟ كتل أسمنتية بعد كده. دي اللي هو البوليسي بتاعت الأوبن ماركت اللي هو سياسة السوق المفتوح اللي بتتنافس بالشركات العملاقة دي مع مين؟ مع الراجل اللي قاعد تحت السلم بيصلح جزم. أو مع الست القاعدة بتعمل حبة أكل عشان تبيعه في السوق تخيل بقى ده مين اللي يفطن له أنتوا يا شباب يا صغارين ليكوا المستقبل كنت بتكلم مع عمر على أن أنا عديت أول 33 سنة وتاني 33 سنة وأنا في 33 سنة فأنا هعيش عشان أنهي دورة ال 33 سنة الثالثة في حياتي ولا لأ ممكن أو ممكن لأ لكن أنا هيكون عندي القدرة على الإنتاج والعطاء في 33 سنة الثالثة ولا لا؟ بالطبع لا. فلذلك أنا وقفتي معاكم النهاردة عشان أنتوا تكملوا 33 سنة الثالثة بتاعتي. في أول 33 سنة اللي كنتوا. لأن كل 33 سنة بتكتمل الدورة كلها. فده اللي هنتكلم عليه يا بدر. يا بدر احنا هنتكلم على إن المنتج المحلي هو أرخص منتج. حتى ولو كان مكلف في أول 5 أو 10 سنين. هو أرخص منتج. أرخص زرعة، أرخص جزمة، أرخص كرسي، أرخص عربية. يوم ما إمبراطور اليابان سمع صوت الموتور اللي أنتج في اليابان مش عارف في الثلاثينات أو الأربعينات كان ده بالنسبة له زي السيمفونية. ليه؟ مش لأن هو الموتور، لأن هو منتج بأيادي يابانية. منتج بأيادي اللي هو بيت القصيد في الإنتاج ده يا شباب هو العلم. والمعرفة ليس الجهل والانبطاح هو الوعي اللي انت بتتكلم عنه يا اخت نور هو التكامل مع المجتمع هي اللغة اللي بنتكلم بها المجتمعات هي الثقافة اللي احنا بنعرفها لاننا هو الايمان بتاعنا احنا اتكلمنا عليه قلنا له ولو احنا امنا هنجعل الارض تؤمن بما نقوم به وما نقوله ايضا هو ده يا اخ بدر اللي هنتكلم عنه ايوه في ناس ليها مصلحه انها تستعملها اقتصاديا انت من مصلحتك انها تقاوم ازاي بالعلم بالمعرفه بالبناء بالصبر بكذا بالرفع الوعي بتفتين المؤسسات الحكوميه المؤسسات المجتمع المدني الى اخره ودي مسيره مش يوم وليله تاخد سنوات لما ربنا زي ما احنا قلنا في اول الكلام لما خلق الكون خلقه في ملايين السنين عشان ايه عشان خدمتك انت يا ابن ادم فرق لك كل مكون في الحياة بيخدمك يا هيا فاحنا نسينا انهم خلقوا من اجل خدمتنا ونسينا عبادة الله سبحانه وتعالى تعرف اعظم شيء في عبادة الله هو ايه؟ ان الارض لله ايه؟ يرسوها عبادها الصالحين صح؟ ان الارض لله يرسوها مش كده الآية؟ تعرف منهم مع العبادة الصالحين بتوع ربنا؟ مش بس اللي بيصلي ويصوم ويلبسوا حجاب ويلبسوا نقاب لا الذين يصلحوا الأرض
واصلحوا الكوكب واصلحوا أركان الحياة بالعلم والمعرفة. لما كان المسلمين هم العباد الصالحين استطاعوا أنهم يبنوا حضارة من الأندلس للصين على مدار 1000 سنة. الصلاح هو إصلاح المجتمع. دينك يصلح مجتمعك، إيمانك يصلح مجتمعك. لما دلوقتي احنا بعدنا عن إصلاح الصلاح المجتمعي، أصبح الغربيين جزاهم الله خير عندهم هم قدرة على الإصلاح بالعلم، فتفوقوا عليهم. فلن نتفوق عليهم إلا بالعلم والمعرفة. ما هيش بقى نقول أصل احنا كنا كذا وكنا كذا. طب ما كنا كان وكنا، خلاص ده كان وكنا. من أنا؟ فلذلك أرجع بس عشان نختم، أنا عندي مسؤولية قدام المجموعة بتاعتي فسيرة، وقدام مجتمعي، وقدام جامعتي، وقدام إيه وطني، وقدام اللي هو الإقليم بتاعي، وقدام العالم كله، وقدام ربي. معانا يا شباب؟ أين أنا من هذه المسؤولية؟ ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. لذلك انا مبسوط جدا واتمنى ان اقعد معاكم للصبح وما سافرش. اتكلم جد والله. ليه؟ لان انتوا بتفتحوا في اذهاني وفي قلبي وفي فكري وفي روحي افاق انا ما كنتش اعرفها. لكن انتوا هتكملوا ال 33 سنه الثالثه في حياتي. معايا يا مريم تجي لي كده وانا عندي 99 سنه وتقول لي هي ايه عملنا، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقول لي تعالى ال 33 سنه الرابعه. واخد بالك؟ وهكذا. ها؟ ما انت تيجي معاها. انا مش حموم. الحمد لله. بس انا مش عايز اطول عليكم. نور. يعطيك العافية. ما قصرت. حتى عندي سؤال ثاني يا شباب. ما قصرت. العافية. تعالي هنا. عشان الناس يشوفوا ان انت صاحبة الدعوة. تعالي يا الاونرشيب. فين شيخه وفين حنان اماني؟ كلكم تعالوا، كلكم اطلعوا، تعالوا شدوا حافظوا تعالوا الناس هتشوفنا لوحدي، ما الناس شافوني وعرفوا مني. تعالوا يا شباب حابين نشترك على ويب سايت ومشاركتك معنا قبل. تعالي هنا نور. تعالي يا مريم. انتوا مديروا كلكم دكتور ناخذ معك صوره في النهايه. طيب مع كل حد. تفضلي بس اختمي انت بقى. بس نحب نشكرك على وقتك ومشاركتك معنا قبلتك، ونقدر جدا شكرك. شكرا جزيلا. انا خدامك في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. شكرا. خلاص ما تكسفوش. ها؟ جزاكم الله خير وربنا يكرمكم. يا صور انا. تعالي يا مريم. يلا صور انت يا عمر. حاضر. اوكي خلاص. لا انا. تعالي يا رب. سلام. عملت جمع في الهلال. عايزين نطلع. عشان دي اخش فيها الجامعة. من الهلال الاحمر والفسيلة. اوكي. تشكر الاستاذ. شكرا. يا جماعة نصور مع صورة جماعية، من حب يشاركنا؟ يلا إن شاء الله. لا ما حد. يلا يلا.